مساء الخير. مساء الخير يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، اللي بيتابعونا بره مصر وجوه مصر، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات البيت الكبير. النهارده حلقه مميزه، بس عايزه ابدا بتهنئه للشعب المصري كله وللاهلاويه طبعا. يوم تاريخي، يوم مهم جدا في تاريخ مصر، عيد ميلاد الشرطه المصريه 69. كل سنه وانتم طيبين. يوم بيعبر عن الوفاء، مثال رجال بيضحوا وبيدافعوا عن هذا الوطن. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، ودايما بنفخر بشرطتنا، ودايما احنا الشعب المصري وراكم دايما. كل سنه وانتم طيبين وفي امان وبامن وفي استقرار بيكم انتم. طبعا يعني اهلا بيك يا سام، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين، ويوم جديد من ايام البيت الكبير. طبعا عيد الشرطه عيد عظيم جدا، ودايما يا رب مصر امنه بشرطتها وجيشها وشعبها ورئيسها، ان شاء الله دايما في امن وامان، ودايما ايامنا تكون باذن الله سعيده في مصر الحبيبه. النهارده عندنا في البيت الكبير ان شاء الله فقرات مميزه جدا جدا، بنغطي لحضراتكم اخبار فرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله، استعداداته لمباراه الغد امام بيراميدز، استعداداته كمان للحفل العالمي في كاس العالم للانديه، وكمان ده عن طريق ان شاء الله باذن الله فقرتنا الاولى هنناقش كمان الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي المتميز، هنناقش معاه. يمكن حضراتكم عارفين كان النهارده في اجتماع اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكوره بانديه الدوري الممتاز، هنشوف القرارات اللي طلعت ايه، هل هي في صالح اللعبه، في صالح الكره المصريه، ام في بعض القرارات ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام. ده هيكون ان شاء الله مع الناقد الكبير الاستاذ محمد القوسي. كمان هنتكلم على فرقتنا ومشوارها في الدوري، مشوارها في كاس العالم للانديه مع الكابتن الكبير ماهر همام، طبعا احد اساطير النادي الاهلي. وما ننساش البطوله العالميه اللي بتقام على ارض مصر، وصعود منتخبنا لدور الثمانيه، وان شاء الله الامال والطموحات امام المنتخب الدنماركي بطل العالم، ده من خلال نجومنا الكبار الكابتن محمد ابراهيم والكابتن محمد يحيى، طبعا لاعبي نادي الاهلي السابقين. هنتكلم على كاس العالم للانديه، يعني النهارده البيت الكبير ان شاء الله هنغطي كل الساحه الرياضيه من كره القدم وكره اليد، وكمان على مستوى مستقبل الكره المصريه من خلال اجتماع او قرارات اللجنه الثلاثيه النهارده مع انديه الدوري الممتاز. طيب احنا عندنا طبعا خبر مهم جدا عن كواليس البعثه، ولسه الخبر طبعا صدر منذ قليل. طبعا البعثه على راسها الكابتن محمود الخطيب اللي هيسافر الى الدوحه ان شاء الله لطبعا حضور كاس العالم للانديه. الاهلي بيشارك للمره السادسه في تاريخه، لكن هنبدا بخبر مهم ايضا يخص النادي. زي ما احنا عارفين ان الاهلي دايما في المقدمه وفي الرياده، وده اللي مش في كره القدم بس، الحقيقه ده على مستوى الاداره والانشاءات كمان. النهارده النادي الاهلي بيتسلم شهاده زي ما انتم شايفين دلوقتي، شهاده المطابقه مع المواصفات الدوليه الايزو، ودي الحقيقه بتجعل الاهلي اول نادي رياضي في الوطن العربي وفي قاره افريقيا كلها يحصل على هذه الشهاده، اللي بتعكس رغبه القائمين على النادي بالتاكيد في وضع النادي في المكانه اللي بيستحقها في كل العصور وعبر تاريخه. النهارده بيسلم هذه الشهاده المهندس محمد عثمان رئيس شركه الشرق الادنى للخدمات، بيسلمها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. شهاده الايزو دي كانت في حضور العديد من اعضاء مجلس الاداره وايضا المدير التنفيذي للنادي طبعا. والاهلي بيحصل على الايزو بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة في النادي، دي بيقوم بيها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى زي ما قلنا للخدمات، ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات، ودي طبعا واحدة من كبرى الهيئات المانحة للشهادات دي، نظم الإدارة في مصر وأوروبا كلها طبعا، ده طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم الإدارة والجودة طبعا. السيد عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات النهاردة بيمنح إدارة الأهلي الشهادة دي زي ما قلت لحضراتكم، وقال إنه الأهلي هو أول نادي مصري وأفريقي زي ما قلنا يحصل على هذه الشهادة، وأكد إنه العمل في هذا الأمر استغرق 3 أسابيع كاملة، وده شهد منح العديد من إدارات النادي الداخلية، محاضرات متنوعة كتيرة جدا
فنال على إثرها العاملين فيها على شهادة تكريم بعد ما اجتازوا الدورة التدريبية. فاحنا بنهني مجلس الإدارة، بنهني كابتن محمود الخطيب طبعاً وأعضاء يعني المجلس. طبعا كل التهنئة للكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي والجمعية العمومية، لأن اللي ما يعرفش طبعا شهادة الأيزو من الشهادات العظمى في المؤسسات الكبيرة، وده بيدل إن النادي الأهلي بيسير على الشكل المؤسسي. زي ما النادي الأهلي عملاق على المستوى الرياضي، كمان مجلس الإدارة ما بينساش الإنشاءات، وكمان كابتن محمود الخطيب يمكن أول ما تولى المسؤولية قال إحنا عايزين كمان الكوادر الإدارية على المستوى الإداري. النادي الأهلي بيخطو خطوات كبيرة جدا على المستوى مش المحلي، على المستوى الدولي. شهادة الأيزو دي يا جماعة شهادة مهمة جدا وليها شروط معينة، مش أي حد بياخد شهادة الأيزو. عشان تكونوا عارفين، شهادة الأيزو بتمنح للشركات، مما يدل كمان والشركات كمان المقيدة رسميا في الدولة، وبالتالي النادي الأهلي كمان بيثبت أنه هو كمان ماشي في طريق الاحترافية الكاملة. عنده شركة باسم شركة النادي الأهلي الأيزو، بيبقى ليها مواصفات صعبة جدا عشان تدي الشهادة دي. زي ما قلنا أو سهام قالت، التدقيق في العملية الإدارية، يعني قبل ما بيدوا الشهادة دي في عملية تدقيق كاملة على المستوى المهاري والمستوى الإداري داخل جدران النادي الأهلي، وده اللي شافوه من خلال 3 أسابيع اللي فاتوا. كمان الأيزو دي كمان بتمنح للشركات العالمية اللي من خلالها المنحنى العالمي بيزيد على مستوى التجارة، يعني كمان فلوس على مستوى التسويق. إن الأيزو دي كل الشركات العالمية اللي حصل على الأيزو بتخطو خطوات ثابتة جدا جدا من خلال التطور على المستوى الاقتصادي والإداري طبعا. الاقتصادي يعني المستوى الإداري ده جزء مهم جدا. مش هيقدر يديك الأيزو غير لما تكون على مستوى عالي جدا جدا من الإدارة. لكن الشركات العالمية اللي عندها الأيزو وكل الشركات اللي يعني بتطمح في تطوير أدائها الإداري وتحسين أدائها الاقتصادي بتجري وراء بتطمح للشهادة زي دي. كابتن كمان كابتن محمود الخطيب قال كمان من دي خطوة بتعكس إصرار مجلس الإدارة على السير بقوة لتحقيق أهدافه في الاتجاهات، في كل الاتجاهات زي ما قلت لحضراتكم، الرياضي الإنشائي كمان الإداري. احنا بنتكلم على إدارة محترفة، وده كله في ظل البحث عن وضع النادي في المكانة اللي يستحقها كيان النادي الأهلي على جميع الأصعدة وبالشكل اللي يليق بطموحات وأعضاء وجماهير النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كمان أوضح أن حصول إدارة النادي الأهلي على شهادة الأيزو مثابة مرحلة أولى، ده لسه الخطوة الأولى في الطريق، خاصة أن هناك المزيد من الشهادات المعتمدة دوليا أيضا في هذا المكان، إن النادي الأهلي دايما بيتطلع للحصول عليها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله لاستكمال الطفرة الإدارية اللي بتشهدها طبعا إدارة النادي الأهلي، يعني باعترافات كمان مش على المستوى المحلي، باعترافات دولية من خلال إن شاء الله هذه الإدارة اللي بتعكس يعني طموح جماهير النادي الأهلي، وبتعكس كمان يعني اهتمام مجلس الإدارة بالجمعية العمومية، لأن ده كمان راجع على الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية بالإفادة. أكد الكابتن محمود الخطيب تقديره للتعاون مع الشركة اللي تعد NES، دي شركة واحدة من أكبر شركات الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وفي أوروبا، وده كله طبقا لمتطلبات ومواصفات دولية زي ما قلت لحضراتكم. مش أي حد ممكن ياخد هذه الشهادة. النظم وإدارة الجودة ده شيء مهم جدا. كمان الكابتن محمود الخطيب قال إن الحصول على الشهادة ديت بيحمل كمان النادي الأهلي مسؤولية كبيرة جدا وأعضائه وجماهيره. ليه بيحملوا مسؤولية؟ لأن بيكون فيه متابعة دايما من الشركة ديت على الجودة وعلى الإدارة بدون أخطاء وعلى الرؤية المستقبلية. الموضوع أنك مش خدت شهادة كده بس، لا ده بيجي تابعوك أنت عملت إيه، اشتغلت إزاي. فالنهاردة ده استمرار للحفاظ على ريادة النادي الأهلي في كل المجالات. كمان حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التطور والتطوير المستمر في قطاعات النادي المختلفة، وأكد أن الحصول النادي الأهلي على هذه الشهادة شرف كبير جدا وفخر لكل الأهلوية. عشان نعرف أكتر تعالوا نشوف تقرير ولقاء كمان مع الأستاذ عثمان محمد عثمان، ده رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدنى للخدمات، وكمان مع طبعا المتحدث الرسمي للنادي الأهلي شريف فؤاد. النهارده بنحتفل بيوم المنح شهاده الايزو 9001 2015 للنادي الاهلي،
وتم اختيار نادي الاهلي زي ما كان الكابتن الخطيب بيقول لانها مؤسسه كبيره، مؤسسه عريقه، يهمنا جدا ان احنا نديها ونمنحها شهاده اللي هي بتقول ان عندها نظام اداري قوي. احب هنا ان انبه ان نادي الاهلي هو اول نادي عربي افريقي ياخد شهاده زي دي. الشهاده دي بدايه لعده شهادات هتتاخد تباعا بناء على النشاط اللي هيتم الفتره اللي فاتت دي كلها. الشهاده دي مش مساله النهارده سلمنا شهاده، الشهاده دي بقى لنا اكتر من شهر بنشتغل عليها، معانا مجموعه من الخبراء الحمد لله. الشهاده دي احنا مدينها شهاده عالميه، مدينها مع شركه يوروسيرت، دي احدى الشركات العالميه في العالم منحه لشهادات الجوده، والحمد لله تم ده بمنتهى الاداء قوي من النادي الاهلي ومن مجموعه العمل الموجوده في النادي الاهلي. لولا ان وجود فعلا نظام قوي ما كانش قدرنا نحددنا هالشهاده. المعايير اللي احنا مدين عليها هي كلها معايير اداريه، ان في نظام اداري، في نظم اداريه، في مسؤوليات، هي دي الثلاث الحاجات الرئيسيه اللي احنا نقدر نتكلم عليها اللي اساسها بندي شهاده الايزو 9001 للاداره. احنا دايما كنا بنسعد وبنفخر بفكره انه الاهلي منظومه شديده الرقي والانضباط، ودايما في اشادات بطريقه الاداره في النادي الاهلي. بس الحقيقه انه السنوات الثلاثه الاخيره وهي عمر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب شهدت فلسفه مختلفه تماما فيما يتعلق بطريقه الاداره. والفلسفه دي ارتكزت على الاخذ دايما باسباب المنهجيه العلميه والتقدم التكنولوجي وهيكله الادارات المختلفه بما يتناغم والثوره الاداريه الحاصله في العالم. الاداره التنفيذيه اللي بيقودها العميد محمد مرجان الحقيقه في النادي بفروعه واداراته وقطاعاته المختلفه حققت نجاح كبير جدا ودخلت في تحدي يتمثل في الحقيقه الاستعداد للتفتيش والاجراءات الخاصه بمنح شهاده الايزو بعد ان تقدمت هذه الشركه المصريه الكبيره بالتعاون مع الشركه الاوروبيه اللي بيمنحوا هذه الشهاده للنادي الاهلي. لم يكن هناك اي نوع من انواع القلق من فكره الوقت الاكبر للاستعداد اللي في مؤسسات كتير بيمتد الى اكثر من عام، انت بتتكلم عن اقل من شهر. كان في الحقيقه رغبه ايضا ملحه من الاداره ان هم يتعرضوا لهذه التجربه، وبالتالي لما الحقيقه المراقبين والشركه قامت بزياره النادي الاهلي وبمتابعه عدد من الادارات اللي منحت هذه الشهاده وهي اداره الاي تي وسكرتاريه النادي بالاضافه الى شؤون العاملين وهي قطاعات كبيره قررت الاداره التنفيذيه ان تبدا بها على طول كان قرار منح الشهاده. وبالتاكيد هذه الشهادات كما تعلم بتمنح طبقا لمعايير ونظم معينة وضوابط لابد أن تحقق الحد الأدنى منها، يعني لكن الأهلي دايما بيسعى للحد الأعلى مش بس الحد الأدنى. كان هذا النجاح النادي الأهلي بيعتبره بداية لأنه هذا الإصدار إصدار عام 2015، النادي الأهلي بيسعى إن شاء الله لإصدار 20 لإصدار 2021 لتعميم التجربة على كل قطاعات وإدارات وفروع النادي، وده الأمر بيستلزم مجموعة من الإجراءات ربما في مقدمتها عدم الاعتماد على الأوراق في المخاطبات وخلافه أنه تتحول إلى يعني إدارة رقمية وتكنولوجية، وده توجه الحقيقة كمان محمود لل الدولة المصرية. والنادي الأهلي كمؤسسة عريقة بتتميز بالإدارة حريصين دايما على الأخذ بكل أسباب التقدم زي ما قلت لك والمنهجية العلمية، فما في شك إن دي لحظة سعيدة كل أبناء النادي الأهلي سعداء بها لأنها بتؤكد ما نسميه المؤكد، يعني وهو إنه النادي الأهلي وإدارته مختلف في إدارة تنفيذية بتشتغل في إطار رؤية استراتيجية لمجلس الإدارة في تفاني للكابتن محمود الخطيب. الراجل من أول يوم كان عنده رؤية مختلفة بيقدر يوظف كل واحد في مكانه، حسن الاختيار الحقيقة للمديرين وللإدارات العليا ساعدوا في تنفيذ هذه الرؤية الإدارية، خصوصا هو تجربته الإدارية سواء في النادي أو حتى في عمله هي تجربة متفردة. هذه التجربة انعكست على الوضع في النادي الأهلي مع مجلس إدارة محترم فيه خبرات
كبيرة جدا مع إدارة تنفيذية تعمل ليل نهار برؤية وبفكر مختلف بقيادة العميد محمد مرجان اللي بوجه له التحية الحقيقة هو وزملائه في الإدارة على هذه الشهادة، لأن هي شهادة بالأساس في حقهم وفي رؤية مجلس الإدارة. فمن حق كل أهلاوي مش بس اللي بينتمي إلى منظومة العمل، لا كمان كل شخص بيشجع النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي زي ما بنقول دايما يا فاروق، من حقه أن يفخر بهكذا شهادة. يعني في حصل ثورة إدارية على مستوى العالم من فترة طويلة، وإذا أنت لم تواكب وتأخذ بهذه الثورة والحقيقة أنه طريقة إدارتك ومنهجيتك تطابق المعايير العلمية وهذا العلم الكبير على مستوى العالم، يبقى أنت عندك حاجة غلط. النادي الأهلي كان بحاجة، هو عنده إشادات وهو مطمئن تماما لطريقة إدارته، لكن هو عنده إشادات كمان من كل الجهات اللي كانت بتتعامل معه. إحنا في طبيعة النادي الأهلي كمؤسسة تابعة للدولة، فعندك جهة إدارية بتراقب الإنفاق المالي وطريقة عمل إدارة، عندك وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة الإدارية، بعض الجهات الرقابية الأخرى كالرقابة الإدارية وغيرها. الحقيقة بتتابع أدائك الإداري وأدائك المالي. لم يحدث الحقيقة أنه أنت كان عندك مشكلة مرة واحدة، وحتى إذا كان في وقت من الأوقات بتتكلم عن ملاحظة سلبية فهي ملاحظة بسيطة أبدا لا ترقى إلى حد المخالفة. لما أنت تؤكد هذا الكلام من خلال مؤسسة محترمة ومحايدة وليس لها مصلحة غير في أنها بتقيم طريقة العمل داخل هذه المؤسسة الكبيرة، فده بيطمئن كل من يتعامل وكل أبناء النادي الأهلي على سلامة القصد وعلى طريقة الإدارة، وبنقول للناس شكرا أنتم على الطريق الصح. فدي شهادة من مؤسسة محترمة حيادية، الشركة المصرية وبالتعاون مع الشركة الأوروبية NES الشركة الأوروبية للنادي الأهلي، بتقول له أنت على الطريق الصحيح وإدارتك إدارة متميزة. طب عايزين نروح بقى لخبر آخر يهم كل جمهور النادي الأهلي. النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو اللي بيترأس بعثة الفريق الأول للكورة اللي هتتوجه لقطر يوم الجمعة اللي جاي علشان هنشارك في كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية مقام خلال فترة 4-11 فبراير اللي جاي. النهاردة مجلس الإدارة بيعتمد خلال اجتماعه اللي كان النهاردة في مقر النادي في الجزيرة، بيعتمد تشكيل البعثة اللي هتسافر إن شاء الله بيشارك الأهلي في كأس العالم طبعا للأندية زي ما حضراتكم عارفين المرة السادسة، ممثلا عن قارة أفريقيا كلها بعد طبعا ما توج بالتاسع وسبق وحقق قبل كده الفوز طبعا بالمركز الثالث لو حضراتكم تتذكروا، وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. والنهاردة بيسعى فريق النادي الأهلي أنه يحقق طموحات جديدة وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة اللي هتقام إن شاء الله في فبراير زي ما احنا قلنا، والقرعة أسفرت أو يعني أسفرت قرعة كأس العالم للأندية اللي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير اللي جاي، على أنه يتأهل الفريق الفائز اللي إن شاء الله يكون الأهلي، هيكون طبعا هيتأهل لملاقات البايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير إن شاء الله. على خير، كل التوفيق لبعثتنا وكل التوفيق لمجلس الإدارة واللعيبة، وإن شاء الله الجهاز الفني يعملوا حاجة تليق بكيان النادي الأهلي. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد خلال اجتماعه اللي عقد النهاردة مساء الاثنين بمقر الجزيرة على تشكيل البعثة اللي هتسافر إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله إلى الدوحة على متن طائرة خاصة للمشاركة أكيد في كأس العالم للأندية زي ما قال سام إن شاء الله اللي هتبدأ يعني منافساته من يوم 4 لغاية يوم 11 فبراير. يترأس بعثة النادي الأهلي إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة أكيد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي للفيفا، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى طبعا الفيفا عن في النادي الأهلي. كمان الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، ومعاه الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة
الطبية طبعا لمتابعة كافة الأجراءات الاحترازية والطبية. كمان موجود أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق، والنائب بتاعه أشرف عمر هيكونوا موجودين إن شاء الله ضمن البعثة، مع حنان الزيني. حنان الزيني دي مسؤول تراخيص اللوائح لدى النادي الأهلي، إلى جانب طبعا القايمة فريق النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي، اللي أعتقد كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ أعلن في وقت سابق إن كمان كل لعيبه النادي الاهلي كل القائمه ان شاء الله هتكون موجوده مع الفريق، ولان لائحه البطوله بتسمح طبعا عشان جائحه كورونا لو في اي يعني لا قدر الله اصابات يكون كل العدد جاهز. فكل التمنيات للنادي الاهلي باذن الله، اولا باجتياز ان شاء الله حاجز بيراميدز بكره والتربع على عرش الكره او الدوري المصري، ده مهم جدا. وكمان ان شاء الله كل التركيز على مباراه الدحيل في اول مباراه ان شاء الله يوم 4 فبراير، لان مباراه مهمه جدا جدا جدا، كله مركز في هذه المباراه بغض النظر كمان عن امنياتنا للعب امام البايرن، لكن كل التركيز على مباراة الدحيل إن شاء الله. يا رب يا رب. الكلام ده طبعا يعني هنناقشه بالتفصيل مع كابتن ماهر همام اللي هيشرفنا، بس هنروح بقى لمباراة ممكن نعتبرها بروفا، يعني مباراة مهمة جدا للأهلي وبيراميدز بكرة، هتكون في استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 10 في الدوري. طبعا الأهلي متصدر البطولة برصيد 20 نقطة، وبيراميدز بيحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة. بنقول دايما مواجهة قوية جدا مهمة جدا للأهلي، وزي ما قلت ممكن نعتبرها البروفة الأخيرة قبل ما يشارك فريقنا في مونديال الأندية إن شاء الله. الأهلي هيدخل مباراة بروح ومعنويات أكيد مرتفعة جدا بعد الفوز المهم اللي حققه على المقاولين في مباراته الأخيرة في الدوري. موسيماني النهاردة طبعا بيعلن قائمة الفريق، بتضم أكيد محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد رمضان، بيكم، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، عمرو السولية، إليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد أفشة، وطاهر محمد طاهر، كهربا، صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن طبعا، ووالتر بواليا. بنقول ان المباراه ديت مهمه جدا جدا، مش بس عشان تحصد الثلاث نقاط اكيد جدا مهمين في مشوار الدوري، ولكن بقت في الفتره الاخيره بالذات الجماهير بتستنى المباراه دي. طبعا هي طبعا هي مباراه كبيره، مباراه يعني اعتقد نادي بيراميدز رغم ان هو يمكن في بدايه الدوري ما حققش النتائج المطلوبه او المتوقعه، لكن يبقى فريق كبير عنده لعيبه مميزه جدا. لكن النادي الاهلي كمان باصص بشكل ومركز على المباراه ديت زي ما انت قلت، استعدادا كمان للحاله المعنويه للعيبه ان شاء الله، انك تطلع لبطوله كاس العالم وانت فايز وانت متصدر الدوري، ده شيء ايجابي وشيء مهم ان شاء الله مهم جدا. كمان مواجهه النادي الاهلي قدام بيراميدز دايما بتكون مواجهات قويه، يعني ده النادي الاهلي دايما متعود ان هذه المباريات يعني مش هنكبر قوي في الموضوع، لكن هي مباراه بثلاث نقط، وايا كانت يعني قبل كاس العالم انديه ان شاء الله فريقنا يكون على قد المسؤوليه ويظهر الوجه الشوط الثاني ان شاء الله من اول المباراه. رغم خليك يعني انا اتفرجت على مباراه ثاني، مباراه المقاولين العرب كانت مباراه جيده جدا، لكن استعدادات النادي الاهلي دايما يعني زي ما حضراتكم شايفين بيستعد بشكل جيد جدا، حاله من التركيز العاليه جدا، الجديه كمان في التدريب، ده شيء مهم جدا لتحقيق الفوز بكره ان شاء الله عشان مواصله الانتصارات والاستمرار دايما في صداره الدوري، يعني ده مهم جدا على الحاله المعنويه قبل ما نسافر ان شاء الله للدوحه. النهارده بيتسو موسيماني المدير الفني يعني كالعاده في محاضره مطوله بالفيديو مع اللعيبه، دايما حريص على الحديث مع اللاعبين على اكيد الجوانب الفنيه والخططيه اللي هيخوض بها مباراه بكره، وكمان بعض الايجابيات والسلبيات اللي شافها المباراه اللي فاتت. يعني الروح المعنويه ان شاء الله عاليه جدا، النادي الاهلي بيستعد للمباراه، اعتقد مباراه مهمه، كل اللعيبه بتستعد بشكل كبير، وكمان يعني استعدادا ويعني مهم جدا ان شاء الله بكره انك تلعب مباراه جيده على المستوى على مستوى اللعب. خلينا النتيجة طبعا بتاعت ربنا، لكن احنا دايما مطالبين بالفوز. النادي الاهلي عنده اصرار كبير جدا ان شاء الله انه يروح الدوحة وهو متصدر الدوري العام بشكل كبير. طبعا أكيد مهم أكيد. قوي. وبعدين النهاردة كمان في خبر يعني ايجابي جدا، وخاص طبعا بالمسحة الطبية اللي بيجريها لاعيبة الفريق النهاردة، لاعيبوا الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي الحمد لله المسحة كلها سلبية ما عدا يعني أكرم توفيق هتعاد المسحة له،
والنهارده زي ما حضراتكم شايفين اللعيبه كلها، الجهاز الفني بيجروا المسحه الطبيه ديت، كان الكلام ده امبارح وفقا طبعا ومعروف للبروتوكول الطبي المتبع قبل مباريات الدوري كلها. كابتن يا رب ان شاء الله كل المسحات باذن الله تكون سلبيه، محتاجين كل اللعيبه، واحنا عندنا فريق محترم، عندنا يعني فريق بيضم في كل مركز اكتر من 2 لعيبه على اعلى مستوى، وده كان كمان من الحاجات الكويسه اللي عملها الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره ولجنه التخطيط، ان عندنا فريق محترم، لو غاب عنصر او 2 ما بيأثرش بشكل كبير، فدوت هو دوت الفرق الكبيره بتعتمد على المرونة. على الـ على الـ يعني طبعا المرونه في خلال التشكيل، وكمان عندك لعيبه الكواليتي عالي، الفرق ما بين 1 و2 و3 مش فروقات كبيره، وده اللي بيسعى بيه النادي الاهلي دايما، ان يكون عنده فريق محترم، لان بطولاتنا كتير ومنافساتنا كتير. طيب عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا، النهارده النادي الاهلي استقبل 2 من نجوم نادي الاسماعيلي، الكابتن علي ابو جريشه طبعا يعني كابتن الكبير واسطوره نادي الاسماعيلي، والكابتن عماد سليمان نجم نادي الاسماعيلي السابق. 2 طبعا من رموز نادي الاسماعيلي الكبار جدا جدا، النهارده تواجدوا في النادي الاهلي، عقدوا جلسه تنسيقيه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. انتوا عارفين طبعا العلاقات ما بين النادي الاهلي وكل الانديه وخاصه النادي الاسماعيلي علاقات جيده جدا جدا، والكابتن طبعا علي ابو جريشه كان موجود معانا هنا في البيت الكبير، وكان قد ايه احنا كنا سعداء بوجود الكابتن علي ابو جريشه معانا في البيت الكبير، لانه اسطوره ورمز كبير جدا على المستوى الفني، على المستوى الاخلاقي، كمان على مستوى الخبرات، وكنا سعداء بيه في البيت الكبير، وهو كمان موجود معانا دلوقتي في البيت الكبير عن طريق التليفون. مساء الخير يا كابتن علي. مساء النور، اهلا وسهلا كابتن، وحشنا والله. ازيك يا كابتن؟ والله انا يعني سعدت بلقائكم طبعا مع انت وسهام وكانت حلقه جميله وظريفه جدا، وكانت ردود الفعل عليها قويه جدا يا كابتن علي، وهو ده طبعا كده والله قوي يعني قوي الحمد لله، وانتم يعني تستاهلوا كل خير والله، يا يعني برنامجكم جميل ربنا يخليك وشيق يعني ربنا يخليك. احنا النهارده بنتكلم على زياره من الزيارات اللي دليل فعلا، دليل كبير قوي على العلاقات القويه اللي بتجمع، مش بس بنتكلم على ناديين، احنا بنتكلم على اكبر واقدم واعرق انديه في افريقيا كلها، والاسماعيلي اول من رفع اسم مصر في دوري ابطال افريقيا. فالنهارده الرساله دي يا كابتن علي برسالة لكل يعني ايه معتادي الصيد في الماء العكر زي ما بنقول. لا يعني احنا بصراحة ما حدش يقدر يصطاد، لان العلاقة جميلة وزمالة قديمة وتقدري تقولي كل حاجة، يعني احنا لعبنا مع بعض ويعني ما حدش يقدر طبعا يقول انه في حاجة، يعني غير ان كل ود وكل خير وكل حب يعني طبعا لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، لان بصراحه يعني العلاقه طول عمرها على مر السنين كويسه، يمكن بيشوفها بعض حاجات من الجماهير او كده، لكن احنا على الاقل بينا علاقه جميله وطويله وممتده يعني ان شاء الله. صحيح، ويا رب الزيارات دي كمان يا كابتن علي ليها مردود على مستوى جميع الانديه، يعني زيارات، وحضرتك كنت موجود معانا هنا في البيت الكبير وقلت قد ايه انت كنت بتقضي اوقات كتيره جدا في استاد التتش، وقد ايه النادي الاهلي كان بيقضي اوقات كتيره، وحتى لعيبه نادي الزمالك كانوا موجودين في التتش ولعيبه النادي الاهلي موجودين. ده صحيح. فالعلاقات ديت وعوده الزيارات ديت اعتقد كمان ليها مردود على مستوى نبذ التعصب اللي يمكن ظهر بشكل كبير للفترات الاخيره، وان احنا نرجع كمان ونعلم اولادنا ان الرموز زي حضرتك وزي الكابتن محمود الخطيب كمان لازم نرجع الصوره دي لملاعبنا، ونرجع الصوره دي كمان لجمهورنا، وده شيء مهم جدا يا كابتن. والله ده طبعا ده انا يعني يا ريت والله، لان الرياضه عايزه يعني دايما يبقى فيه الجو الجميل بتاع الرياضه، مش عايزين جو فيه يعني شد واعصاب وتجاوز، يعني الكلام ده كله ما ينفعش في الرياضه. احنا طول عمرنا مع بعض كويسين وفي عز ما كان المنافسه شديده، لكن كانت لا ما كانش في اي تجاوز. صحيح صحيح. النهارده يعني الحقيقه برضو يعني انا بوجه شكر يعني من خلالكم طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب، الناس متعاونه معانا جدا، وفي امل ان شاء الله انه برضو يساعدوا النادي الاسماعيلي في بعض الامور اللي احنا طالبينها، لسه طلع الامر ما يعني هيبان في خلال يوم او يومين، لكن متجاوبين معانا بشكل محترم جدا،
وبصراحه نفس الشيء كان مع الزمالك بامانه برضو، لكن طبعا وهو ده زي ما قلت العلاقه. ويا ريت حتى كان زمان في ماتشات يعني تلاقي منتخب الاهلي والزمالك بيلعبوا فرق اجنبيه، فالاسماعيلي والاهلي بيلعبوا فرق اجنبيه او كده. الحاجات دي هي دي اللي بتحسس الجمهور وتقرب الجمهور وتبعد التعصب عن الانديه. يا ريت ترجع تاني الماتشات دي فرصه بقى تبدا المبادره النبيه على مستوى عالي، فرصه كابتن علي المبادره تبدا من النادي الاهلي والاسماعيلي، يعني بنتكلم على اكبر الانديه الشعبيه كمان يعني، ففرصه ان احنا نخلق المبادرات ديت. ليه لا قوي 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 كابتن علي. من زمان يعني انا مباراه اعتزالي كنا المنتخب الاهلي والاسماعيلي ضد الزمالك والمقاولين، ما حكيت لنا وكان في ملعب النادي الاهلي. يا ريت بقى مع ضد الفرق الاجنبيه زي ما كان زمان، تيجي فرقه اجنبيه كبيره زي بايرن ميونخ، تيجي فرقه وتلعب منتخب الاهلي والاسماعيلي او منتخب الزمالك والاهلي او الزمالك، يعني كده. ليه لا؟ دي هتفتت جدا وتخلي الناس تقرب من بعض اكتر يعني. خلينا يا كابتن طبعا احييك على الدور الكبير اللي حضرتك بتقدمه، ودايما بنقول ولاد النادي واساطير النادي مش لازم يكونوا في مراكز جوه النادي او بيشتغلوا جوه النادي عشان يساعدوا النادي. وجودك النهارده مع الكابتن عماد سليمان صوره واضحه جدا جدا ل اللي بقوله دوت، ان بتسعوا بشكل جاهد جدا رغم عدم وجودكم في مجلس الاداره انك تدعم نادي الاسماعيلي، لان كلنا زعلانين على الحاله الفنيه اللي وصل ليها نادي الاسماعيلي خلال مباريات الدوري وخروجه طبعا من البطوله العربيه، ونفسنا ان الاسماعيلي يرجع تاني بكورته الحلوه، لان جماهير الاسماعيلي دايما عاشقه للكره الجميله. فدور كمان حضرتك بتقوم بدور اكتر من رائع، وتقول ايه في الحته ديت ان احنا لازم والله ده دورنا زي ما قلت يا كابتن هاني، ده دورنا، وخصوصا اننا تربطنا علاقه جميله مع يعني مع كابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي، والناس رحبوا جدا وبامانه يعني يعني بيساعدونا يعني حاسين بمشكله النادي، وبالذات كابتن محمود الخطيب. يعني كل ما كلمني مثلا كابتن سيد حفيظ يقول لي والله كابتن محمود موصيني ان احنا نعمل كذا عشان خاطر النادي الاسماعيلي عشان كذا، يعني واضح الروح جميله جدا في بصراحه. فلمست شعور جميل اولا في النادي، ولقيت كله يعني متعاطف، حتى الناس اللي كانت موجوده في النادي واحنا عايزين الاسماعيلي يا كابتن علي يرجع، يعني كلام جميل صحيح وشعور جميل. انا يعني اتبسطت قوي بالزياره الحقيقه النهارده، كانت جميله جدا ويعني وده مش غريب يعني، لانه برضو من مهام يعني الانديه الكبيره. يعني كابتن هاني يمكن لو تفتكر كان زمان دورتموند في المانيا عنده مشكله كبيره ماليه، اللي ساعده بايرن ميونخ. بايرن ميونخ طبعا طبعا اكيد اللي ساعده وقف جنبه بايرن ميونخ. صحيح، فدور الانديه الكبيره هو ده. صحيح، يعني الايام اللي جايه مع البطولات وكل حاجه، لكن الانديه الكبيره ليها ادوار جميله. اكيد هي دي اللي بنتكلم فيه. اكيد انت تقدر تساعد، تقدر تعاون، تعرف النادي شعبي له تاريخ وكده وعايز تقف جنبه. يعني لا انا لمست ده الحقيقه في النادي الاهلي وبرده الحقيقه برده في الزمالك. فقطاعي الكره المصريه بصراحه الاثنين يعني عايزين يساندوا وعايزين يعني يعملوا حاجه، فان شاء الله خير يعني. وطبعا زي ما قلت ان ده دور الانديه الكبيره. صحيح، وده النادي الاهلي كنادي رائد وكده، ده دوره ان ممكن مش هيضنب على باي لاعب او يعني اي نجم موجود يقدر يساعد ويساند، اعتقد هتبقى شيء جميل جدا يا رب. أكيد نعرفه أكيد في خلال الايام اللي جايه. واحنا بنشكرك جدا جدا كابتن علي ابو جريشه، طبعا نجم ورمز من رموز النادي الاسماعيلي ورمز الكره المصريه يعني بصفه عامه. طبعا اسطوره من اساطير الكره. بنتكلم عن تعاون هنشوف يعني نتائجه في الايام اللي جايه يخص بالازمه اللي بيمر بيها، الفتره الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي. كل التمنيات للنادي الاسماعيلي ان شاء الله بالعوده تاني لانتصاراته والكرته الحلوه ان شاء الله. ودي العلاقه الجميله اللي دايما بتربط النادي الاهلي مش بالاسماعيلي بس، بكل الانديه المصريه. طيب من النادي الاهلي نروح لاتحاد الكوره. امبارح كان في زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في اجتماع كان للجنه الثلاثيه مع انديه الدوري الممتاز. الاجتماع اسفر عن عدد من التوصيات، يعني مش قرارات لكن توصيات.
لقواعد الموسم اللي جاي ان شاء الله، اللي بيحدد عدد اللعيبه الاجانب بخمس لعيبه دون تصنيف، يعني دون تصنيف يعني بنتكلم على اي خمس لعيبه، وكمان او تحديد مراكز. يمكن بعدم تحديد مراكز هنتطرق وهنناقش الكلام دوت من خلال البيت الكبير، ان كمان عوده حراسه المرمى او حارس المرمى الاجنبي وعودته للدوري المصري. كمان اتكلموا على تثبيت فتره القيد الشتويه في شهر يناير والمشاركه في مسابقه الناشئين. كمان يعني في القسم نفسه، يعني نتكلم على مسابقه الناشئين في القسم نفسه اللي هو في الدوري الممتاز، اللي فريق الشباب بيشارك في نفس الدوري اللي بيشارك فيه الفريق الاول. كمان اوصت انديه القسم الاول على تاجيل تشكيل رابطه المحترفين للسنه الجايه، ودي برضو سؤال هيطرح نفسه من خلال ضيوفنا، والطلب طلبه من اتحاد الكوره العمل على ايجاد بديل لو في مشكله اتعرضت تاني للفار هيكون ايه البديل. يا ترى هيتلغي الفار في خلال الفتره اللي جايه وهنشتغل بدون فار لغايه ما ناهل نفسنا؟ ده سؤال كمان هنطرحه على ضيوفنا النهارده، وسؤال ان شاء الله تعرفوا اجابته من خلال يعني تواصلنا هنا في البيت الكبير. اكيد النهارده طبعا كان في شرح يعني صحيح. مطول جدا خلال الاجتماع ده عن اوضاع المسابقه اللي بتهم الانديه المشاركه في المسابقه. كمان احمد مجاهد بيقول انه اتحاد الكوره بيتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، الا طبعا انه ده عدم يعني وجود سوى اربع مباريات او سيارات فقط، بس سيارات للفار اربع مباريات اربع سيارات كبيره للفار لتقنيه الفار اربع ماتشات فقط. فطبعا ده هي يعني هيجبرهم على اقامه مباريات يعني كل جوله على 3 ايام. وبيشير طبعا الى انه هذا القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل نادي بهدف طبعا ان انت تتيح الفرصه النهارده قدام انديه تانية فوجئت بوجود اصابات ما بين صفوف فريقها. صحيح. هو طبعا ترتيب الاوضاع بشكل كبير جدا، الظروف طبعا اللي بنمر بيها. لكن خلينا نتكلم ايه المهم كمان واللي هنناقشه في البيت الكبير. النقطتين المهمين جدا هو عوده خمس لعيبه لمحترفين في الدوري المصري، وعوده حراسه المرمى او حارس، يقدر اي نادي يجيب حارس مرمى وده كان ما كانش موجود. هنشوف ايجابياته وسلبياته ان شاء الله من خلال ضيوفنا ومناقشتهم معانا. طيب نروح بقى للاخبار العالميه ونبدا بتشيلسي. تشيلسي النهارده عنده مشكله كبيره جدا، هو بيضحي باسطورته ومديره الفني فرانك لامبرد طبعا بعد سلسله من الازمات اللي بتفقده النهارده السيطره على غرفه الملابس حتى داخل النادي. فلامبرد النهاردة دخل في أزمات كبيرة جدا مع عدد من اللعيبة. الصحف العالمية اتكلمت وأبرزت الأزمة دي بشكل عالي جدا. خلونا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا هنا. ضحى نادي تشيلسي الإنجليزي بأسطورته ومديره الفني فرانك لامبارد بعد سلسلة من الأزمات التي أفقدته السيطرة على غرفة الملابس في النادي اللندني. وذكر موقع The Athletic أن لاعبين أمثال حارس المرمى الإسباني كيبا عانوا من مشاكل مع لامبارد. وأضاف الموقع أن عددا من اللاعبين أكدوا أن لامبارد فشل في تقديم الدعم للحارس الإسباني الذي فقد الثقة في نفسه نتيجة العروض الضعيفة التي قدمها الموسم الماضي. وبدلا من اللجوء إلى لامبارد، طلب كيبا المساعدة من المديرة التنفيذية في النادي مارينا جرانوفسكايا وحارس مرمى الفريق السابق الذي يتولى منصبا فنيا بيتر تشيك. لامبارد طلب من مجموعة أخرى من اللاعبين الدخول إلى الملعب والتعبير عن أنفسهم بدلا من منحهم تعليمات فنية واضحة حول ما يريده منهم خلال اللقاء. وبالأرقام، كان متوسط نقاط فرانك لامبارد في المباراة الواحدة مع تشيلسي بلغ 67%، وهو رابع أدنى نقطة من مدرب دائم لفريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي حتى الآن. وبحسب شبكة أوبتا، فإن متوسط تسجيل الأهداف في المباراة الواحدة لتشيلسي في عقد لامبارد بلغ نسبة 35%، وهي الأسوأ في تاريخ النادي على الإطلاق، حيث لم يحققها أي مدرب من قبل. الكواليس والأرقام تؤكد أن عامل نقص الخبرات التدريبية أفقد لامبارد السيطرة على اللاعبين، ثم تراجعت النتائج رغم الصفقات القوية وجاءت الإقالة.
طبعا اقاله فرانك لامبارد طبعا كانت يعني مش هنقول كانت مفاجاه، كان في كثير من الناس يتوقعوا هذه الاقاله، لان طبعا تشيلسي يمكن خلال النتائج في الفتره الاخيره في البريمير ليج وكمان كميه الفلوس او الصفقات اللي جابها على مستوى الانتقالات في هذا الموسم، كانت كل جماهير تشيلسي ومحبي تشيلسي بتقول ان تشيلسي سيتربع ويكون مرشح قوي جدا للفوز بالبريمير ليج. معانا على التليفون ايهاب الجنيدي طبعا الصحفي بجريده اس ومتابع جيد جدا للكره الانجليزيه والكره العالميه بشكل كبير، عايزين نعرف منه كواليس وتداعيات اقاله فرانك لامبارد من تشيلسي. مساء الخير يا ايهاب. مساء الخير عليك يا كابتن هاني. مساء الخير يا استاذه سهام. يا ايهاب 250 مليون يورو يا ايهاب، وتشيلسي في المركز التاسع صح؟ المركز التاسع بالظبط زي ما بتقولي كده حضرتك، وزي ما قال كابتن هاني الموضوع ليه كواليس من فتره. الاقاله كانت متوقعه في ظل تراجع النتائج بشكل كبير لفريق تشيلسي. فريق تشيلسي خاض الموسم ده من بدايته وسط طموحات كبيره جدا من اداره النادي بقياده طبعا الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش وجماهير النادي اللي كانوا بيقولوا ان هم هيبقوا المنافس الاقوى على البطوله في ظل الصفقات الكبيره اللي ابرموها. ان السنه دي الموسم ده تشيلسي ابرم صفقات ب 250 مليون يورو زي ما حضرتك قلتي. صحيح. جاب نجوم من الصف الاول في العالم، جاب ثنائي منتخب المانيا كاي هافيرتس والمهاجم المتميز تيمو فيرنر، جاب الحارس الكاميروني ادوارد ميندي من اياكس امستردام، جاب النجم العربي الكبير المغربي حكيم زياش اللي كان من افضل الاجنحه في اوروبا في الموسم اللي فات زي نجمنا محمد صلاح. فصرفوا كتير وابرموا صفقات كبيره، في النهايه النتائج تراجعت بشكل كبير. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي ايهاب، خليفه يعني مين خليفه لامبارد اللي هيقود القياده الفنيه لتشيلسي في ظل ظروف طبعا انت عارف ظروف كورونا وعندهم مشاكل ماديه كتيره، في بعض الاسماء وهناقشها معاك في على مستوى المدربين الايطال، في طبعا أليجري المدرب الايطالي الكبير، في على مستوى المدربين الالمان في توخيل انت عارف يمكن اقيل من باريس سان جيرمان في الاسابيع الاخيره، مين الاقرب يا ايهاب لتولي المسؤوليه في تشيلسي؟ طيب خلينا نقول من الاول يا كابتن هاني ان في مجموعه من الاسماء طبعا اللي حضرتك قلتهم على راس المرشحين حاليا توماس توخيل وماسيميليانو أليجري، الاثنين ما بيدربوش حاجه دلوقتي، بس ظهرت اسماء لامعه في زي ما بيقولوا في اللحظات الاخيره. امبارح مثلا الاسباني الشهير رافا بينيتيز ساب فريقه داليان الصيني ورجع اوروبا. أوكي. وكان انت عارف طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو مسك قبل كده تدريب ليفربول ونيوكاسل وريال مدريد ومسك فرق كبيره جدا في اوروبا. عنده سي في قوي جدا، اصبح مرشح قوي حاليا لتدريب فريق تشيلسي. طبعا اتطرح برضو النجم الكبير ونجمهم السابق المهاجم اندري شيفشينكو حاليا مدرب منتخب اوكرانيا، طبعا ونجاحاته مع منتخب اوكرانيا فكروا فيه، كان في ابرز مدرب شاب في اوروبا يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج طرحوه برضو، بس هو اعتقد هو اعتذر يعني هو اعتقد يعني وصلته المعلومه وعن طريق وكيل اعماله فهو اعتذر عن المهمه لظروف شايف ان هو مش الوقت المناسب وان يمكن هو مركز مع فرقته بشكل كبير. توخيل الالماني كان في اخبار ان هو الاقرب للقياده الفنيه لتشيلسي، وعلى الجانب الاخر في بعض الانتقادات لتوخيل على مستوى الكنترول للدريسنج روم نفسها وكان عنده مشاكل هناك في باريس سان جيرمان، شايف الامور الاقرب مين في الساعات الاخيره يعني؟ تمام يا كابتن هاني، زي ما حضرتك بتقول انا عايز اقول لك ان خلال ساعات النهارده ممكن بالليل او بكره الصبح يعلن رسميا ان توماس توخيل مدربه هو الاقرب لفريق لفريق تشيلسي الانجليزي. الاداره مقتنعه بيه بشكل كبير هناك، وان كان في خلاف جوه الاداره نفسهم برضو بعض الافراد بيقولوا ان هو ليس قوي على قياده غرفه الملابس، وفي خلافات بينه بتبقى بينه وبين اللاعبين زي ما حصل مع نيمار بالنسبه له ومبابي زي ما حضرتك كنتم متابعينه بنتكلم ان يعني طلعوا عليه وما كانش في تقايد بتعليماته وده عمل مشاكل كبيره في باريس سان جيرمان. فدي النقطه اللي هي ممكن مقلقه اداره تشيلسي نسبيا من المدرب الالماني، ولكن في نفس الوقت هم شايفين انه حقق نجاحات في الموسمين اللي مسك فيهم فريق باريس سان جيرمان، خد الدوري الفرنسي ليجا 1 مرتين، قدر يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا وخسر بصعوبه قدام بايرن ميونخ بهدف لا شيء زي ما تابعنا الموسم اللي فات. انما حاليا وفقا لاخر حاجه كتبتها الديلي ميل وستان ومعظم الصحف الانجليزيه هو حاليا في لندن الليله دي عشان هو موجود حاليا خلاص في لندن يعني.
عشان توقيع العقود. يعني هو هنشوف اللي هيحصل لانه ده مركز طبعا بنتكلم على مركز تاسع لا يليق لا بالنادي ولا بطموحات النادي ولا بالملايين حتى اللي اندفعت في ظل جائحه كورونا. يا ايهاب انا بشكرك جدا جدا. ايهاب الجنيدي طبعا زميلنا وطبعا المحرر في موقع احس. شكرا جزيلا. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. اول فقراتنا الحواريه مع الناقد المتميز الاستاذ محمد القوسي. هنتكلم فيه مع ملفات كتيره جدا، ملفات خاصه طبعا اكيد بفرقتنا النادي الاهلي، استعداداته لمباراه بيراميدز والمشوار العالمي. هنتكلم كمان على شهاده الايزو اللي طبعا النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر وافريقيا الحاصل عليها النهارده. بنرحب بيك يا استاذ محمد في البيت الكبير. اهلا بخليك كابتن هاني، اهلا بحضرتك وسعيد بالتواجد معاك وكل التحيه ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. سعداء دايما بوجود حضرتك معانا، ويعني عندنا ملفات كتيره النهارده نتكلم فيها. نبدا يعني الخبر السعيد النهارده وحصول النادي الاهلي على شهاده الايزو العالميه. شايف ده ازاي، وشايف قد ايه هذه الشهاده ممكن تكون خطوه كبيره جدا على المستوى الاداري والتنظيم الاداري داخل النادي الاهلي؟ يعني ده من الاخبار المبهجه، من الاخبار السعيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي، والاخبار اللي بتؤكد على قيمه وقدر وثقه للنادي الاهلي والمرحله اللي وصل ليها النادي الاهلي. دايما الاهلي رقم واحد، دايما بيكون متصدر في الحاجات اللي بياخدها. اول مره نادي في مصر وفي القاره الافريقيه كلها ياخد حاجه اسمها شهاده الايزو في الاداره، حاجه مميزه جدا. ده دليل على الشكل الاحترافي اللي بتشتغل بيه النادي الاهلي، على الخطوات الكبيره المتقدمه اللي قطعتها اداره النادي الاهلي في هذا الملف او في الاداره، في اداره النادي، اداره النادي اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا. المؤكد النادي الاهلي ما خدش هذه الايزو دي من فراغ، لكن قدم ما يؤكد حقيته او قدرته على نيل هذه الشهاده الكبيره والعظيمه اللي هتعطي للاهلي قيمه كبيره وقدر كبير وثقل كبير، يعني هتزيد من قيمه الاهلي التجاريه ومن علامته التجاريه، والاهلي يقدر يستفيد بده، وهتساهم ايضا برضو في تطوير منظومه الاهلي الاداريه طبعا. يعني ما وصل ليه النادي الاهلي حاليا سيتطور اكثر فاكثر. النادي الاهلي منظومه ماشيه بنظام ثابت ومحدد، دايما بيهدف الى تحقيق نتائج. يعني الاهلي بيشتغل لسنوات طويله، عنده خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل وخطط لسنوات، فده شيء عظيم جدا يعني بالنسبه للنادي الاهلي. شهاده طبعا للنادي الاهلي حق ان يفخر بها. كمان النادي الاهلي يعني بيزيد الشهاده قيمه وشرف. النادي الاهلي اسم كبير جدا في المنطقه العربيه، فالاهلي لما بياخد جايزه او بياخد تقدير بيكون اضافه للشهاده كما هي اضافه للنادي الاهلي في نفس الوقت. الحقيقه أكيد يعني أكيد أكيد. ده النموذج اللي بيقدمه النادي الاهلي، دي الاداره بتاعت النادي الاهلي، بتاخد اعترافات دوليه اعترافات اقليميه، حاجه محترمه جدا، حاجه مش موجوده على المستويين القاري او المحلي. ده حقيقي. ومن اهداف كمان الناس عشان برضو تعرف الايزو دي من اهدافها ايه، ليه النادي الاهلي اصر ان ياخد هذه الشهاده العالميه؟ عشان حضرتك تكون عارف طبعا، ومجلس اداره النادي الاهلي بصراحه كان بيشتغل في كل الملفات. لو بنتكلم على مستوى الملف الانشائي واديت التطور في الانشاءات من خلال اربع فروع في النادي الاهلي، بنتكلم على ملف كره القدم الحمد لله ماشيين فيه بشكل اكتر من رائع. كمان على المستوى الاداري، والكابتن محمود الخطيب كان دايما بنقول احنا بنشتغل كمان على مستوى الكوادر، على مستوى الاداره. شهادة الايزو دي كمان يا استاذ محمد دي للشركات العالمية بتحرص انها تاخد هذه الشهادة، ليه؟ لان كمان بتبقى ابجريد ليهم، انت بتشتغل على شكل مؤسسي بشكل كبير جدا، وده دليل ان النادي الاهلي بياخد شكل مؤسسي احترافي على المستوى الدولي مش المحلي. كمان الجزء المهم ان بتنمي قدراتك التجارية، وده اللي برضه الناس ما تعرفوش، هي مش مجرد شهاده كده، لكن معظم يعني في كان احصائيه عملتها احدى الشركات ان كل الشركات العالميه المؤسسات الاداريه الحاصله على شهاده الايزو هي الاعلى في مستوى الدخل والاقتصاد، بتجني ارباح اكتر، بتحقق اقتصادات اكتر، بتحطك في منطقه تانية مختلفه، بتخليك مع الكبار، بتخليك لانك انت عندك اداره وعندك نظام واضح ومحدد، فبتعطي ثقه للناس سواء الاقتصاديين او المستثمرين او اي جهه بتتعامل معاك، بتكون ثقتك كبيره جدا، او الرعاه او الدعايه والاعلان اللي بيقدمه النادي الاهلي او علامه الاهلي التجاريه، كل ده يعني بترجمه هذه الشهاده. يعني دي بتقول ان ده في منطقه تانية مختلفه خالص عن اي نادي اخر موجود. صحيح صحيح. وكمان بتدي ادفايز، وبتدي كمان بعض الوصفات من ناحيه الاداره، يعني بتدي كمان فيجن للمستقبل من خلال ان انت في الفترات اللي جايه مثلا جائحه كورونا
جائحه ظهرت فجاه. المؤسسات اللي عندها هذه الشهاده كمان بيكون عندها لونج فيجن، ان هو في التحديات القادمه ممكن يشتغلوا ازاي على الجزء الاداري. تمام. والنادي الاهلي نجح نجاح اكتر من رائع، انه كمان خلال جائحه كورونا ان زي ما اتكلمنا ازاي يتعامل، طبعا ازاي يتعامل معاها بشكل احترافي كبير جدا يعني. طبعا فده مهم جدا. لا طبعا كل التقدير لاداره النادي الاهلي. الحقيقه ان احنا فخورين ان عندنا نادي مصري، وعلى كل المصريين ان يفخروا بده، ان عندهم نادي بهذه السمات الاراديه والاداريه في نفس الوقت. فموافقين دايما يا رب. كل التقدير لمجلس ادارتنا اللي كان عنده اجتماع النهارده كان في اجتماع مهم لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني نروح مع تقرير والاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي، يقول لنا اهم قرارات مجلس ادارتنا النهارده كان ايه. كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم عبر شاشة قناة النادي الأهلي وكل منصاته الإعلامية. نتجول سريعا في بعض قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة هذه الجلسة التي ترأسها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بحثت العديد من الموضوعات، وجاءت بعد حدث مهم شهدته الحقيقة قاعة فكري أباظة بالنادي الأهلي متمثلة في منح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015، الحقيقة للتأكيد على أهمية العمل داخل منظومة النادي الأهلي الإدارية. مجلس الإدارة بعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة الفائتة أيضا وافق على المذكرة المقدمة بشأن إنشاء إدارة الجودة، وكمان تغيير اسم قطاع أو إدارة شؤون العاملين لتصبح إدارة شؤون العاملين والتدريب. طيب قبل هذه الجلسة زي ما قلت لحضراتكم كان في زيارة مهمة من الشركة الوطنية وبالتعاون مع شركة أوروبية اللي هي اليورو سيرت لمنح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001. وطبقا لهذه الشركة ومراقبيها فالنادي الأهلي هو أول نادي رياضي يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط. النادي الأهلي ورغم الحقيقة أن عمليات التدقيق والمراجعة من قبل المراجعين الدوليين تمت في خلال شهر، كان مستعد لأنه عادة مثل هذا النوع من الاعتمادات بتاخد فترة طويلة جدا والمؤسسات بتستعد ليها، لكن لأنه الأهلي الحقيقة منظومة شديدة الرقي والانضباط ودائم الحقيقة كل من يتعامل معه الإشادة بأسلوب الإدارة فيه، ولأنه أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي في السنوات الثلاثة الأخيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب انتهج نهج مختلف يتعلق باتباع كل الطرق العلمية والمنهجية العلمية في إدارته والأخذ بأسباب التقدم. وكمان الإدارة التنفيذية الحقيقة كانت حريصة على تطوير كل قطاعات العمل فيها والاستعانة بالأشخاص الأكفاء، فبالتالي جاءت هذه الشهادة من قبل مراقبي الشركة بعد التدقيق والمراجعة لتؤكد المؤكد زي ما بنقول وتشيد بمنظومة الأهلي الإدارية. وده ده بالنادي الأهلي الحقيقة قدره جماهيريته الحقيقة أعضاؤه وجمعيته العمومية الكبيرة جدا بطولاته الكبيرة في المجال الرياضي اسمه على المستوى العالمي بيلقي بمسؤولية طبعا على مجلس إدارته أن يكون دائما على العهد وفي مقدمة الصفوف وفي الطليعة فيما يتعلق بالتطوير ويكون قاطرة الحقيقة ومثل وقدوة لكل الأندية ليس في مصر فقط ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فالحقيقة كان في النهاردة يوم حافل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لتسليم شهادة الأيزو 9001، وبالمناسبة هذه هي فقط البداية لأنه تم في ثلاث إدارات مهمين داخل النادي، باقي الإدارات والعمل على الوصول لأيزو 2020 و2021 إن شاء الله بعد أن يتم ميكانة العمل والأخذ أيضا أو الوصول لفكرة الرقمنة والتكنولوجي اللي الأهلي حريص عليها، هتكون إن شاء الله ما حدث هو بداية لاستكمال كل النجاحات ونظم الإدارة المتقدمة. فإحنا بنحيي الحقيقة
إدارة النادي الأهلي، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه الخطوة في ظل كمان التطوير الكبير الحادث في كل مقار وفروع النادي الأهلي، سواء في المقر الرئيسي في الجزيرة أو فرع الشيخ زايد أو مدينة النصر، وقريبا التجمع إن شاء الله في نقلة حضارية كبيرة جدا وطفرة إنشائية شاهدها أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار واستمرار الفوز في القطاعات الرياضية المختلفة وفي المقدمة منها فريق كرة القدم. وفريق كرة القدم، وده عنوان الخبر أو القرار الثاني بعد ما تم اعتماد الحقيقة البعثة اللي هتسافر، البعثة الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في دوري في كأس العالم للأندية الأبطال. البعثة ستغادر القاهرة بمشيئة الله يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة. سوف يترأس البعثة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، ومعه منسق النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي فيفا المهندس خالد مرتجي، وأيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بصفته المسؤول الأمني لدى الفيفا أيضا عن النادي الأهلي، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي لمتابعة الإجراءات الطبية، والزميل الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام، وإضافة إلى الأستاذ أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات، ونائبه أستاذ أشرف عمر، والأستاذ حنان الزيني منسق قطاع الكرة أو مسؤولة اللوائح تراخيص اللوائح لدى النادي الأهلي. سوف يرافق البعثة أيضا وعلى نفقتهم الخاصة عضوي مجلس الإدارة السيد الأستاذ طارق أنديل والسيد الأستاذ محمد الجرحي. وبمناسبة حال الأستاذ طارق أنديل فهو مكلف من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بحضور اجتماعات اتحاد الكرة في الآونة الأخيرة وتمثيل النادي الأهلي وعرض الرؤى والمقترحات الخاصة بالنادي الأهلي، خصوصا أنه في الحقيقة كلام كثير يدور حول هذه الأيام حول فكرة التطوير، فكرة الحقيقة تحديث اللوائح، الرعايات، البث التلفزيوني مع الاتحاد، رابطة الأندية، كلها أمور مهمة جدا ارتأى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أن يكلف الأستاذ طارق أنديل بتمثيل النادي الأهلي وحضور هذه الجلسات والتعاون مع رؤساء الأندية بالطبع في إطار الروح الرياضية والودية اللي بتغلف العلاقة وأيضا مع اتحاد الكرة. كل الأمنيات الطيبة للفريق الأول لكرة القدم إن شاء الله بالفوز غدا في المباراة المهمة في الدوري الممتاز، والتوفيق بإذن الله في تمثيل مصر تمثيل مشرف كما عهدنا النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الدوحة. عندنا ماتش مهم إن شاء الله 4 فبراير، وننتهز الفرصة أيضا وبنهنئ الشعب المصري يوم 25 يناير، ونهنئ الشرطة المصرية الحقيقة ورجالها الأوفياء القائمين على حفظ أمن وأمان هذا الوطن، ودائما ندعو الله أن يحفظ بلادنا العزيزة، ودائما الأهلي أيضا في المقدمة. بشكر حضراتكم. دي كانت أهم قرارات مجلس إدارتنا النهاردة، أن رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب إن شاء الله يكون رئيس لبعثتنا إن شاء الله، وكل توفيق لبعثتنا أستاذ محمد ولاعبتنا وطبعا فرقتنا في أول لقاءاتها أمام دحيل. قبل ما نروح لكأس العالم عندنا مباراة بكرة، مباراة مهمة جدا في مشوار الدوري أمام بيراميدز، شايف المباراة دي إزاي من المنظور الفني ومن المنظور المعنوي استعدادا طبعا للحفل الكبير في الدوحة وكأس العالم للأندية؟ طبعا واحدة من المباريات الكبيرة، المباريات الكبيرة، المباريات المهمة للنادي الأهلي، المباريات اللي تأثر في منافستك على البطولة، لأن مباراة في حالة المكسب بتزيدك قوة وتحافظ على وضعك ومركزك، وفي نفس الوقت يعني بتبعد المنافس القريب المنافسين القريبين اللي عندهم طموحات في المنافسة بشكل كبير جدا عن المنافسة، فهتكون مباراة من الأيار التقيل، لا سيما إن 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 بيراميدز مثلا دي مباراة تعتبر من الأمال المهمة جدا بالنسبة له إن يحقق نتيجة طيبة عشان يبدأ يقرب، يعني هو عنده 13 نقطة، الأهلي عنده 20 نقطة، يعني فبيطمح إن هو لو كسب المباراة دي يبقى 16 نقطة تبقى الدنيا قربت، لكن لو خسر المباراة دي الدنيا بعدت قوي قوي بالنسبة له، يعني أعتقد إن زي ما هي مهمة بالنسبة للمنزل فهي أكثر أهمية بالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي بالنسبة له كل مباريات الدوري مهمة بلا استثناء، لأن الأهلي بيلعب الفوز في كل المباريات، يعني حتى بيحاول يكسب ال 34 مباراة الموجودين في البطولة علشان يمشي يستمر، وشفنا ده في الموسم اللي فات تقريبا، يعني نقاط قليلة جدا فقدها النادي الأهلي، عمل أرقام قياسية في الأهداف وفي النقاط في كل حاجة. ده مأثر يا أستاذ محمد على يعني. ده مأثر شوية على
يعني الضغوط بقت زياده شويه، يعني جماهير النادي الاهلي مستعجله او شايفه ان البدايه السنه اللي فاتت كانت بدايه رائعه وتصدرك الدوري والفروق النقاط كبير جدا، فطمعانين ان يكون اعاده هذا الموسم رغم ان الموسم ده صعب. لا 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 بص يا كابتن، يعني من الصعب ان بدايات المواسم تتشابه بالظبط، متى الموسم اللي قبل ما كنتش كده، الموسم اللي قبل الماضي، فالموسم الماضي عملت بدايه قويه، الموسم السنه دي ما انت في فرق كتيره جدا بتستعد وبتقوي نفسها بشكل كبير جدا، وفي ظروف معاكسه بتواجهك، يعني زي الماتش الاخير اللي تعادلت مع عماد الرجال، كان في ليك كان ليك هدف او ركلات جزاء واهداف ما بتتحسبش عادي جدا، ممكن ظروف معاكسه تواجهك يعني في المباريات فتعرق مسيرتك، لكن ده مش هيوقفك، انت ماشي ومتصدر وفي المنافسه وبشكل قوي جدا معاك الزمالك 20 نقطه وانت بتصدر بفرق الاهداف بتاعك، فرق كبير جدا مسجلهم الاهداف، فلا لازم الناس تراعي ده، لان كره القدم فيها كل حاجه، يعني ما الاهلي مش هيقعد يكتب موسمين ورا بعضيهم في كل المباريات، لابد ان يكون في بعض الحاجات اللي تتقبلها وتعالج وتطور نفسك وتحقق النتائج، المهم ان الهدف بيتحقق اللي هو هدف النادي الاهلي انك متتصدر، والاهلي الان لغايه الان يحقق الهدف، موسمين لغايه النادي الاهلي بيحقق كل الاهداف من ساعه ما جيت، سواء في دوري الابطال سواء في كاس مصر سواء في الدوري الماضي او في هذا الدوري، فما فيش يعني ما فيش نوع من القلق على النادي الاهلي، لا سيما وانك انت شايف ان الاهلي يعني ثابت ومستقر وعندك لعيبه تقدر تصنع الفارق، فده موجود بالنسبه للنادي الاهلي. نرجع تاني لماتش بيراميدز، زي ما قلت لحضرتك مباراه مهمه للنادي الاهلي، انا مش شايف ان في ضغوط على النادي الاهلي في هذه المباراه، لان الامور الدوري متسارع وفي مباريات ورا بعضيها كتير جدا وناس بتتفرج على الفرقه بتقدم بشكل قوي جدا، يمكن الماتش الاخير بتاع المقاولين يعني عاد ثقتك بشكل كبير جدا في الفريق بعد ما اتاخر بجونين وتبقى الدنيا بعيده قوي بالنسبه لك، ترجع تاني وتكسب 3-2 حاجه عظيمه جدا، تعمل رومنتادا بهذا الشكل نادرا ما تحصل رومنتادا بهذا الشكل، يعني ممكن اي فرقه تطمح ان هي تتعادل، لكن انك تعمل رومنتادا وتكسب المباراه وكنت ممكن تزود غلتك من الاهداف، فده يدل انك فريق كبير، دي شخصيه البطل، دي الفرق الكبيره اللي بتقدر يعني تبقى ثابته ومستقره وتلعب تحت ضغوط، النادي الاهلي من الفرق المهمه جدا اللي بيلعب تحت ضغوط، مهما تعرضت لضغوط فانت بتلعب وبتقاتل لان هدفك البطوله دايما، هدفك شايف جمهورك بره مستنيك، كل الحاجات دي بتكون في ذهن اللعيبه وبتلعب، فده بيكون في حسابات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي تدرك جيدا قيمه واهميه هذه المباراه، ليس على مستوى الفني او مستوى النقاط، على مستوى الجماهير، لان في مباريات جماهيريه، ده حقيقي، دعنا لا ننكر هذا، يعني في مباريات جماهيريه زي مباراه الاهلي والزمالك، زي مباراه الاهلي وبيراميدز، مباريات لها حسابات خاصه ومباريات لها مواصفات خاصه، مباريات بترتبط باشياء اخرى خارج الملعب، ده بينعكس على التحضير للمباراه بشكل او باخر، ولا شايف ان موسيماني بيحضر للمباراه؟ هي مباراه في الدوري بثلاث نقاط امام طبعا فريق كويس عنده عناصر كويسه، هل ينعكس الضغوط او المباريات اللي شبه يعني اهلي وزمالك، اهلي بيراميدز، اهلي اسماعيلي، يعني طبعًا. في ماتشات كده دي بتنعكس على الاداء الخطط للنادي الاهلي، يعني ولا الاهلي ثابت في المدربين الاجانب اللي هم ما عاشوش كتير مع النادي الاهلي بتعتبر مباراه عاديه بالنسبه له، صحيح، يعني دي مباراه بثلاث نقاط مش فارقه معاه هو، يعني لان ما عندوش برضه ما عاش الاجواء اللي احنا عشناها، مهما قلنا له مهما يعني حد اتكلم معاه هو لم يعش هذه الاجواء، يعني مثلا لما كنت هتيجي تتكلم عن مستر مانويل جوزيه لما عاش مع النادي الاهلي فتره طويله جدا كان بقى خلاص فهم مصر، فهم الجماهير، فهم حساسيه مباريات، فهم في مباريات بتمثل للنادي الاهلي قيمه كبيره جدا، زي مباراه الاهلي والزمالك 6-1 صنعت تاريخ، فتحت الباب لمانويل جوزيه في قلوب النادي الاهلي مباراه واحده، بالرغم ان الاهلي ما خدش حتى الدوري في الموسم ده لكن عمل التاريخ بالنسبه له، يعني هكذا بالنسبه لهذه المباريات، طبعا حتى لو المدير الفني بيعتبرها مباراه فنيه بثلاث نقاط لكن اللعيبه ليها حسابات خاصه موجوده عندها، في لعيبه كبيره جدا موجوده جوه النادي الاهلي في فرقه النادي الاهلي تدرك مدى اهميه هذه المباراه لجماهير النادي الاهلي، وبالتالي بيكون اللعب والدوافع والحماس، لا سيما ان هذه المباراه ستضعك على القمه وهتبعد المنافس بتاعك وهتبعد بيراميدز، غير كده ان المباراه ان في عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي موجودين في فرقه بيراميدز زي اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي وانتقلوا، عبد الله السعيد، احمد فتحي، رمضان صبحي، احمد الشيخ، شيف كرامي،
اعتقد دول يعني هيضفوا على المباراه درجه كبيره جدا من الاثاره. بس خلينا نتكلم يعني بكل امانه، يعني اعتقد النادي الاهلي ما بيبصش، لا من الاهلي ما بيبصش، لكن هم على المستوى يعني. على المستوى الاخر بالزبط. ممكن هم يعني يكون مؤكد. عندهم حوافز اكبر، اكيد يبقى عندهم حوافز، اكيد عندهم حوافز ان هم بيلعبوا ضد ناديهم السابق يعني أيوة. واكيد يعني ناديهم ده ليه ذكريات كبيره جدا معاهم ومع جماهيرهم النادي الاهلي. مباراه هيكون فيها يعني ليها ظروف خاصه، اعتقد النادي الاهلي جاهز ومهيئ. ممكن شفنا القايمه اللي اعلنها موسيماني لهذه المباراه، تقريبا الاهلي شبه مكتمل يعني، طبعا اللي بينقص النادي الاهلي حد زي وليد سليمان لاعب مميز جدا، ناصر ماهر بيغيب طبعا من اللعيبه الاوراق المهمه اللي كنت ممكن تستفيد بيها، لكن عندك اوراق كتير جدا وعندك بدائل كتير جدا. عوده بدر بنون مهمه جدا لخط الدفاع النادي الاهلي، دعم كبير جدا في هذه المباريات، شفنا اداؤه مع في كل مباريات لعبها الاهلي. ماتش المقاولين اللي ما لعبش فيه الاهلي يمكن الاهلي استقبل هدفين في المباراه دي مثلا يعني. انا اتفرجت على المباراه تاني وكان النوع من الهدوء، كلنا بعد المباراه يعني كان عندنا نوع من انواع الغضب شويه، ازاي النادي الاهلي يخرج الشوط الاولاني 2-0. لما اتفرجت على المباراه تاني يعني بهدوء شويه، لقيت ان الاهلي متسيد بصراحه المباراه من اولها لاخرها، اخر خمس دقائق او ست دقائق اللي احرز فيها المقاولين هدفين من يعني كوره مرتده خبطت في ايمن اشرف ودخلت، الكرة الثانيه خطا شويه كان وارد جدا. فلقيت ان الموضوع لا احنا كنا شايفينه بشكل مختلف، الاهلي مسيطر تماما، سيطره ايه استحواذ كبير، ده سيطره غير مسبوق بتحصل في الكوره يعني تمام. يعني انت حتى رغم تاخرك بهدفين مصداق لحضرتك كانت الاستحواذ الاهلي اعلى. الشوط الثاني حصلت نسبه استحواذ انا لم اسمع عنها تقريبا في تاريخ كره القدم 89-11. انا ما اعرفش ازاي النسبه دي حصلت يعني، ده دليل عن الاهلي استحوذ على الكوره من بدايه المباراه تقريبا، من بدايه الشوط الثاني من الدقيقه 45 من الشوط الثاني لغايه الدقيقه 90 والوقت بعد كده، وده اللي خلاك تجيب ثلاث تجوان وفي فرص ثانيه ضاعت منك، كان ممكن تجيب اربعه وتجيب خمسه يعني. فطبيعي في اخطاء وارده يعني، لكن مؤكد لما يكون عندك لعيبه ثابته ومستقره في التشكيل واللعيبه بدات تاخد ثقه كبيره جدا وبدات الناس تثق في هذه النوعيه من اللاعبين، اعتقد ده بيديك تقل حتى قدام المنافس، خلاص عارف ان عندك اللعيبه الاساسيه بتاعتك جاهزه ومتحضره وان اللعيبه دي ليها قدرات خاصه، فحتى يكون معاهم نوع من التعامل الخاص في الملعب يعني. صحيح. عكس ما يكون واحد جاي وعنده يعني معنويات اعلى منك، لا انت عارف ان موجود بدر بنون، موجود ايمن اشرف، موجود السوليه راجع، موجود اليو ديانج، موجود محمد شريف، موجود طاهر، موجود كهربا، موجود الشحات، موجود كل بواليا، ربما تكون هذه المباراه فتحت خير بالنسبه له يعني، بيأدي بشكل جيد وبيوصل بشكل جيد، لكن ما زالت الكره ما عندها حتى الان ولم يحقق الهدف المطلوب. لكن انا متاكد ان بمجرد ما تفتح مع بواليا وياخد الثقه في نفسه اعتقد هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي وهيفرق كتير جدا مع نفسه، لانه مهاجم مميز الحقيقه، احنا كنا شايفينه طول عمرنا ان هو مهاجم مميز يعني. صحيح. يعني بعد الانتقادات اعتقد لازم الصبر عليه، لانه زي ما انت بتقول امكانياته الفنيه لعيب مميز جدا، اكيد الضغوط فرقه معاه شويه، بيلعب في نادي كبير تحت ضغوط، لكن في اعتقادي الشخصي ان هو ان شاء الله خلال فتره قريبه جدا انه هو بس مستني الهدف الاول والدنيا ان شاء الله هتفتح. بالظبط يا كابتن، يعني احنا بص يعني عدد كبير جدا او غالبيه اللعيبه اللي جايين من افريقيا او من اي دوله بيلعبوا في النادي الاهلي او من اي دوري حتى الدوريات العربيه او الشمال الافريقي ما بنكونش متفرجين عليهم احنا بشكل كويس جدا. لكن هذا اللاعب كلنا شاهدناه بشكل كويس يعني، هذا اللاعب اختير عن علم وعن رؤيه واضحه وعن درايه كامله بقدراته يعني كامل طبعا. يعني احنا انا يعني من قبل ما يجي الاهلي والحقيقه وانا شخصيا بشيد بيه بقول هذا ده المهاجم اللي بيجيب من ربع فرصه، بيجيب من فرص خياليه في ماتش الاهلي والمقاولين الشبكه فاضيه ومش عارف يعني معنده معايا يعني عنده سوء توفيق شويه بالظبط، لكن هتفتح معاه هتبقى حاجه زي فلافي وكده يمطر اهدافا في شباك المنافسين يعني، هداف كمان كاس العالم يا رب ان شاء الله نروح كاس العالم يعني. للانديه طبعا، لكن المباراه كابتن هاني قبل ما يدخل المباراه صعبه طبعا، ليه؟ لانك بتواجه فريق كبير، فريق تقيل، لكن الميزه الفرق من الاهلي فريق كبير وعنده مجموعه من اللاعبين المميزين وبيأدي بشكل جماعي، بيراميدز عنده مجموعه من اللاعبين والاسماء، لكن حتى الان لم نشاهد في الدوري ان هو بيأدي بشكل جماعي، يعني الجماعيه مفتقده في الفريق، يعني في لاعبين لكن ما فيش جماعيه في الاداء، اعتقد ان ده هيكون الفرق بالنسبه في الملعب يعني. ان شاء الله يكون الفرق لصالح النادي الاهلي، لان زي ما حضرتك قلت مباراه يعني بتحسب انها مباراه من المباريات الكبيره اللي بيخدها مباراه جماهيريه لا شك يعني تهم جماهير النادي الاهلي، ودي المباريات اللي ان شاء الله النادي الاهلي بيقدر يكسبها بشكل كويس ويكون كمان استعداد كويس قوي على النواحي المعنويه طبعا. تطلع كمان
الى الدوحه ان شاء الله يوم الجمعه وانت متصدر الدوري. ده مهم قوي يعني. ده مهم جدا. النقطه حضرتك قلتها دي ان هي يعني بروفا جيده جدا وبروفا قويه جدا. وانا سعيد المباراه دي جت قبل ما يسافر الاهلي، لان الاهلي بتنتظر مواجهه مهمه جدا هنتكلم عليها لاحقا، انك بتواجه فريق كبير بلعبة تقيله بخط هجوم قوي تقريبا في ظروف متشابهه مع فريق الدحيل اللي النهارده عامل مباراه كبيره جدا هنتكلم عليها مع الاهلي القطري في كاس قطر وكسبان 6-0. فرقه تقيله جدا جدا جدا، وهنتكلم عن كل التفاصيل اللي فيها يعني. فاكيد موسيماني شاف فرقه واكيد اعتبرها بجانب ان اهميتها 3 نقاط اهميتها ليه ان هو يستعد بيها بشكل قوي لكاس العالم اليد ان شاء الله. طيب كاس العالم ان شاء الله بعثتنا يعني هنروح ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. وكان معانا طبعا المتحدث الرسمي الاستاذ شريف فؤاد، وقال يعني الرئاسه الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي موجود كل، والمدير التنفيذي ده على مستوى الاداره وعلى مستوى الفريق. اعتقد كان الكابتن سيد قال انه كل الفريق هيكون متواجد، حتى وليد سليمان هيكون متواجد. تمام. هيتابع طبعا البرنامج التاهيلي او العلاجي هناك. لكن حضرتك شايف بقى البدايه، ودايما بنتكلم ان كل التركيز على البدايه، كل الناس بتتكلم على البايرن، النادي الاهلي مركز بس في مباراه الضحايا. بداية خليني يعني اخد الجزئية اللي اعلنها الكابتن شريف عن البعثة اللي مسافر. دايما لما تشوف كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة بتأكد ان دي رسالة مهمة جدا، وفي حدث مهم جدا جاي، وهو ان هو لازم بنفسه يكون موجود. كان سهل جدا ان طبعا يعني طبعا اي حد من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي يستطيع ان يقوم بالمهمه ويشرف المكان والموقع، لكن طبعا ان الكابتن محمود الخطيب يسافر ومع المهندس خالد مرتجي ومع طبعا الاستاذ طارق قنديل مسافر والاستاذ الجرح مسافرين، تخيل الكابتن الخطيب وقعد ثلاثه من اعضاء مجلس الاداره، ده دليل على اهميه الحدث اللي راح يشارك فيه النادي الاهلي. حدث عالمي، الاهلي العالمي، الاهلي بيلعب في المنطقه العالميه، الاهلي بيلعب مع الكبار، مع اكبر 7 أو 6 فرق. طبعا كان اوكلاند 6 وخلاص انسحب، احنا دلوقتي مع اكبر 6 فرق على مستوى العالم. 5 فرق بلس الاهلي. 5 فرق طبعا يعني موجودين، حاجه طبعا عظيمه جدا وحاجه محترمه جدا. حدث الاهلي متواجد فيه بكل قوته بكل كيانه ومركز بشكل كبير جدا، ورايح بقى يعني منتقل كله بفرقته بالكامله بجهازه الاداري بالتنفيذي بجهازه الطبي، حاجه مهمه جدا ومحترمه جدا. البطوله دي لن تكون سهله خالص بالنسبه للنادي الاهلي. حكيت ان حد بيفكر في بايرن، لا ما فيش حاجه خالص انك تفكر في بايرن خالص. انت النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا اللي هي مباراه البدايه ومباراه الافتتاح مع فريق الدحيل القطر. فريق الدحيل القطر ده يعني فرقه قويه وفرقه مهمه، هو مش بطل اسيا، لان في بطل اسيا اوليسن هونداي الكوري هو ده بطل اسيا، لكن ده الدوره المنظمه، وده بدا طبعا من 2006 ما كانش بيشارك، لكن طبيعي جدا ان حق الدوره المنظمه كلها فريق عشان تدي البطوله جماهيريه وشعبيه واهتمام اكتر، مهم جدا يعني. فريق قوي دعم صفوفه بعدد كبير جدا من اللاعبين، اتفرج النهارده على الماتش بتاعه 6 على النادي الاهلي القطري في الكاس، طبعا نتيجة تقيلة جدا. عندهم المهاجم الكيني أولونجا مهاجم، ده طبعا كان هداف الدوري الياباني، مهاجم مميز جدا. عندهم دودو البرازيلي عامل هاتريك طبعا جاب تلات اجوان. عندهم دودو البرازيلي برضو من اللاعبين المميزة جدا. عندهم إدميلسون برازيلي مميز جدا. عندهم عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ليهم ترتيب على مستوى اسيا، سواء عندهم علي كريم جايبينه من ايران طبعا، بالظبط من ايرانيا. عندهم المهدي بن عطية، فعندهم الخط الهجومي يا جماعه خط ناري، خط قوي جدا، وده لازم الاهلي يحتاط لهذا الامر ويكون عنده عمق دفاع كبير جدا الكابتن علشان يقدر يتصدى لهذه القوه الهجوميه الكبيره جدا. احنا رايحين لليفل تاني، رايحين لريتم مختلف شويه، بالزبط. رتم سرعه الاداء مختلفه، بس كواليتي مختلف من اللعيبه والمستويات. فالمؤكد دي مش مباراه يعني، كل مباراه في البطوله دي تعتبر بطوله في حد ذاتها لوحدها يعني، لان المباراه دي هتنقلك نقله تانية خالص يعني، هتدخلك ضمن الدور نصف النهائي مع الاربعه الكبار، وتواجه واحد من الفرق العظيمه على مستوى العالم، فريق بايرن ميونخ من الفرق المحترمه جدا وبطل اوروبا. فتبقى يعني هتخش في مواجهه تانية مختلفه لا داعي للتفكير فيها الان، لكن كل تفكيرنا ان شاء الله هيكون في المباراه الكبيره دي. صحيح الدحيل فريق كبير مدعم صفوفه عدد كبير جدا من اللعيبه، بيلعب على ارضه، المفروض هيبقى فيه جماهير، لكن اتوقع ان الجماهير هتكون داعمه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا يعني. الاهلي مش هيحس بغربه في قطر نزل للجاليه المصريه الكبيره اللي هناك يعني. لك ان تعلم ان التذاكر مجرد ما طرحت عبر الانترنت
تم اعتقد 30% من 30% من ساعه الملاعب يعني النسبه اللي طرحت خلاص نفذت بتنفذ فور ظهورها يعني اعتقد ان لو في ملاعب 900,000 كنت هتلاقي في 100,000 موجودين في ماتشات الاهلي تحديدا يعني الناس هناك مستعدين بقوه ليك وانت لازم تستعد بقوه ليك. اعتقد النادي الاهلي قادر والاهلي في المناسبات الكبيره بيكون له حضور قوي جدا واتوقع ان شاء الله يعمل نتائج يعني تشرفنا وتسعدنا كمصريين، لكن الاهم ان هو هيقدم صوره محترمه عن الكره المصريه ولعبته هتبذل مجهود كبير جدا، ادارته هتكون مع الفرقه بشكل كبير جدا، يعني الصوره دي يعني هتنقلنا نقله تانية كلنا كمصريين والكره المصريه باذن الله ان شاء الله. وزي ما حضرتك بتتكلم او كلنا بنتكلم ان النادي الضحيل الانديه الكبيره اللي عندها لعيبه مميزه، اكيد على الناحيه الثانيه كمان في احترام كامل للنادي الاهلي ولاعيبته ومدربه كمان اللي كان ليه سابقه ووصوله لكاس العالم مع صن داونز، ده كمان عايزين نقول ان في احترام متبادل وان المباراه ما لهاش توقعات. يعني تقول لك توقعات ايه؟ ممكن على الورق يبقى في توقعات معينه وهو فوز النادي الاهلي نتيجه للتاريخ ونتيجه للامكانيات، لكن تبقى ال 90 دقيقه هي الفيصل ولازم هيكون في فريق كسبان يعني. طبعا ده حقيقي، ويعني اتوقع مباراه كبيره جدا، مباراه لها كمان تستمتع بها النادي، لكن زي ما حضرتك قلت مهما جابوا ودعموا يظل الاهلي قيمه كبيره جدا طبعاً. الاهلي فريق لا يستهان به في المناسبات الكبيره، انت بتتكلم على بطل قاره افريقيا يعني حاجه عظيمه جدا، وما ادراك ما افريقيا والمستويات اللي موجوده فيها يعني، فان شاء الله تكون مباراه على المستوى المطلوب والنادي الاهلي يقدر يحقق النتيجه المرجوه منها. لكن انا بحذر وعبر منصه الاهلي قناه الاهلي من الاداء الهجوم القوي لهذا الفريق، لان هم بيحشدوا كل قوتهم في الجزء التلت الهجومي الخاص بيهم يعني. صحيح. فمؤكد اكيد موسيماني كان ليه تجربه قبل كده زي ما حضرتك قلت مع صن داونز، وحتى كان لم يتجاوز المباراه الاولى مع صن داونز، لكن طبعا هناك فوارق كبيره جدا بين الاهلي وبين صن داونز ان شاء الله في الطموحات وفي الاهداف وفي الجماهيريه وفي معرفه الاهلي لهذه الاجواء. يمكن صن داونز كان اول مباراه اول مره بيشارك فيها، المره الوحيده اللي شارك، لكن الاهلي بقى عنده خبرات كبيره جدا في هذا الامر. النادي الاهلي ثاني اكتر فرق مشاركه في كاس العالم للانديه ب 12 مباراه طبعا يعني. اولسن او اوكلاند سيتي هو ب 15 مباراه بالزبط. فده كمان يدي فرقتنا ويدي لاعبتنا الثقه ان احنا متمرسين في هذه النوعيه من البطولات، ولكن تبقى اختلافات معينه. يعني بطوله 2006 وحصلنا على البرونزيه كانت في اليابان، ظروف معينه وظروف خاصه وفرق مختلفه، لكن طموحات جماهير النادي الاهلي بكل امانه انها يعني ان شاء الله نوصل للمربع الذهبي باذن الله يعني. انا حاجة كويسة يعني طموحنا كلنا وتوقعاتنا ان شاء الله باذن الله ان الاهلي هيوصل باذن الله للمربع الذهبي ان شاء الله. ان شاء الله. لكن انك توصل محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه تركيز كبير صحيح. جدا محتاجه ان المدير الفني يشتغل بشكل كبير جدا على لعيبته، اكيد بيشتغل كتير جدا على الفرقه المنافسه زي ما هم بيتابعينا وعارفين كل كبيره وصغيره على النادي الاهلي. المؤكد ان الجهاز الفني النادي الاهلي يعلم كل كبيره وصغيره ويعلم الصفقات ويعرف المستويات اللعيبه وقدراتهم، واكيد اتفرج النهارده على الماتش لانهم يعني واضح انهم عندهم غزاره تهديفيه. لسه برضه كان عندهم ماتش مع في الدوري مع فرقه قطر كسبوا 8-1، في ماتش بعديه تعادلوا او ماتش مش غير قطر ما تعادلوا مع قطر، في ماتش قبليه كسبوه 8-1 وتعادلوا ماتش، لكن فرقه يعني تستحق ان تقف امامها كثيرا وتحترمها وتقدرها، لكن ما تديهاش اكتر من حجمها. ده حقيقي يعني علشان ما يعني ده ما ياثرش عليك تحترم الخصم، وفي نفس الوقت انت يعني عندك ثقه في امكانياتك وعندك ثقه في لعيبتك. كلنا كل لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه حتى المحترفين، ف بنحترم الخصم، لكن كمان عندك ثقه كبيره جدا 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 نادي كبير ونادي عظيم. لا 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 عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، عندنا ثقه في قدراتهم العاليه، اعتقد ان شاء الله هيقدروا يحققوا نتائج طيبه. انت عندك لعيبه بمواصفات خاصه، يعني بتكلم على حراسه المرمى، عندك محمد الشناوي حارس تقيل جدا لا يقل عن اي حارس في البطوله، وهنشوف كل الحراس يعني حارس على مستوى يقدر يلعب في النادي الاهلي ويقدر يحترف اي مكان في العالم. عندك خط دفاع دلوقتي الحمد لله بقى متماسك، عندك الاطراف علي معلول بخبراته الكبيره ومحمد هاني بشبابه وقوته وجهده الكبير جدا، عندك المنطقه الديفندرات انا اثق فيها ان مفيش حد يكون عنده المستوى ده، ديانج والسوليه لما هيلعبوا بالشكل ده اعتقد ومعاهم محمد فتحي طبعا يعني ثلاثه على اعلى مستوى. متكلم على الخط الامامي بقى عندك خط دلوقتي امامي تقيل جدا، بقى عندك مهاجمين موجودين، عندك اللاعب
رقم 10 عندك قفشه لاعب مميز جدا وله بصماته ليس فقط مجرد ان يوصلك للجون، ده هو بيخلص وبيصنع وبيسجل اهداف. عندك الشباب شريف وطاهر وعندك كهربا وشحات وان شاء الله بوليا يكون موجود، مروان محسن، لا مجموعه كويسه ومميزه ان شاء الله. كل التوفيق هتكون امورهم وطموحاتهم كبيره جدا لانهم عارفين ان خلفهم جمهور كبير جدا. دايما جمهور النادي الاهلي في كل مكان بيكون الدافع والحافز للفرقه ان هي تجيد وتبذل اقصى جهد وتحقق الاهداف والطموحات الصعبه. ان شاء الله يحققوا حاجه كبيره جدا باذن الله. قبل ما اختم مع حضرتك سؤال سريع ومهم بالنسبه لرؤيه حضرتك في يمكن احد التوصيات النهارده للجنه الثلاثيه في اتحاد الكره مع انديه الدوري الممتاز بعوده او بان السنه اللي جايه هيكون في 5 لعيبه محترفه من ضمنهم حارس المرمى. هل وجود حارس مرمى اجنبي او محترف، حارس مرمى محترف، ده في صالح الكره المصريه ولا يضر الكره المصريه؟ بص يا كابتن، يعني في 2008 يعني من 12 سنه دلوقتي اتخذ اتحاد الكره المصري قرارا بعدم الاستعانه بحراس اجانب في الدوري المصري. ليه اتحاد الكره اتخذ هذا القرار؟ لانه وجد ان عدد كبير جدا من الانديه، اكثر من نصف انديه الدوري الممتاز، بتستعين بحراس مرمى اجانب. ده قلل من الاستعانه بحراس المصريين وبقى في مشكله في حراس المرمى اللي موجودين على مستوى المنتخب، على مستوى المنتخبات، يعني شافوا ان ده اثر على المنتخبات فخدوا هذا القرار عشان يقدموا على مصلحه المنتخبات القوميه ويعطوا فرصه لحراس المرمى المصريين يتميزوا. القرار ده اسفر عن ايه؟ بقى عندك كم كبير جدا من حراس المرمى المميزين، يعني بقى يعني في النادي الاهلي بقى عندك عدد كبير جدا من الحراس المميزين على سمو محمد الشناوي. يعني حضرتك مع ولا ضد القرار؟ بص يا كابتن، انا هذا القرار تحديدا انا مش موافق عليه، بس اذا اردت ان تطبقه فطبقه بشروط ومواصفات معينه، بحيث ان مش كل من هب ودب بيجي يحرس مرمى في الدوري المصري، يعني يكون لاعب. يعني الحقيقه انا اتكلمت مع عدد كبير جدا حتى مع مدربين حراس المرمى، بعضهم موافق على القرار وبعضهم غير موافق على القرار. يعني حتى لما تجيب حراس هنا في الدوري المصري يكونوا بمواصفات وشروط معينه عشان تقدر يا اما يجي يرفع من مستوى الناس اللي عندك ويكون اضافه، او ما يجيش يبقى تاخد فرصه هنا عند يبقى الحراس المصريين هم اللي ياخدوا الفرصه الحقيقه. يعني لكن يعني انا الحقيقه مفاجئ القرار بالنسبه لنا، يعني انا مش شايف ليه ازمه، يعني ما فيش حد محتاج حراس اجانب لان عندنا عدد كبير جدا من الحراس، ويمكن ده ادى فرصه. يعني حارس ناشئ زي عمر رضوان شفناه لعب مع الجونه السنه اللي فاتت ما خدش فرصه، راح مع اسوان خد فرصه. السنه الجايه مش هتشوف بقى مش هتشوف مش هتشوف مش هتشوف الناس دي. صحيح. هتلاقي مثلا محمد صبحي حارس مرمى منتخب الاولمبي بيلعب ممكن ما تشوفوش. هتلاقي عدد كبير جدا من الفرق اللي صاعده ممكن يستعيد، يعني بدل مثلا لما سيراميكا والبنك الاهلي راحوا جابوا حراس موجوده ومتمرسه في الدوري الممتاز كان يطلع بره ويجيب لك اجانب. يعني كل الفرق، معظم الفرق هتشتري حراس، يمكن كمان دلوقتي انت عارف في فرق على مستوى يعني على مستوى مالي كويس فهيقول لك اجيب حارس. فانا شخصيا يعني انا مش شايف القرار هيضيف للكره المصريه، اذا كان اللاعب الاجنبي بشكل عام ممكن يضيف وممكن يقوي المسابقه وممكن يزيد من قوتها ومن نفسها والاثاره اللي فيها ومن النواحي الفنيه. انا شايف ان احنا عندنا حراس ما كناش محتاجين لهذا القرار، ما اعرفش ازاي هو اللي طلع الحقيقه. حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، حتى لو ده اتطبق يبقى لازم حراس دوليين. انت بتتكلم على حارس مرمى يجي لك على مستوى دولي بيعلي من قيمه الدوري المصري، وده مهم جدا، وكمان بيعمل حاله تنافسيه مع حارس المرمى المصري. هقول لحضرتك ازاي انجلترا، خاصه انجلترا، بتعمل هذه النسب. فهقولها لحضرتك سريعا، ان يعني في التصنيفات من 1 لـ10 ده منتصفات، يعني تصنيف المنتخب او تصنيف البلد من 1 لـ10 لازم يلعب 30% من الماتشات الدوليه. تمام. التصنيف من 11 لـ20 45% من المباريات الدوليه. المنتخبات بين التصنيف من 21 لـ30 60% من المباريات الدوليه. عندك المنتخبات تصنيف من 31 لـ50 اللي هو 75% من المباريات الدوليه. وبالتالي انت لما بتجيب لعيب ايا كان حارس مرمى او لعيب، لا ده بيعلي لك قيمه الدوري بالزبط. وبيعمل حاله تنافسيه مع اللعيب المصري. اذا هناك معايير ومواصفات واشتراطات لابد ان توضع علشان انا اجيب حد يلعب في الدوري، واعتقد ان المفروض ده كمان يا كابتن المفروض ده يبقى في اللعيبه برضه. المفروض ده يبقى في اللعيبه، يعني انا مش هروح اجيب اي لاعب واجربه لما ما ينفعش معايا امشيه، لا ده انا اجيب ده بمواصفات معينه ويبقى ده تحت اشراف اتحاد الكوره. لو مش هيلعب لو ما عندوش الاشتراطات دي، لو انت عايز تقوي المسابقه انا بديك 5 لعيبه، 5 لعيبه دول يا كابتن، وفي الغالب معظم الانديه هتجيب الـ5 لعيبه وما تجيبش حارس مرمى. لكن اللي هيروح يجيب 5 لعيبه دلوقتي ممكن يجيب اي لعيبه، لكن انت عندك 5 لعيبه دول يعني نصف الفريق. صحيح.
يعني تقريبا كده في 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 نص لعيبه محليين ونص لعيبه اجانب. الدوري المصري كله هيبقى كده، واي نادي هيجيب خمسه فلازم الخمسه اللي تجيبهم دول يكونوا على مستوى عالي، يكونوا لعيبه دوليين في الفرق بتاعتهم عشان يكون الدوري بتاعك قوي. ما تروحش تجيب اي لاعب او يكون لاعب بمميزات ومهارات معينه، يعني مهمه الاشتراطات دي اذا اردت ان تلعب وتعمل مسابقه قويه ومميزه كده. ان شاء الله باذن الله. احنا الواحد دايما متفائل، ويمكن دي كلها توصيات، وطبعا أندية الدوري الممتاز كمان لازم تجتمع. وفي كمان نقط مهمة جدا هنناقش حضرتك إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، لأن في نقاط مهمة زي تأجيل رابطة الأندية المحترفة، موضوع كبير طبعا، على موضوع إن شاء الله يعني يطول شرح، وحضرتك أكيد ملم بتفاصيل كتيرة جدا. لكن فقرتنا خلصت للأسف، بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد القوسي على وجودك معنا في البيت الكبير. ربنا يخليك كابتن هاني، أنا اللي بتشرف بيك حبيبي يا كابتن، شكرا جزيلا. ده كانت لنهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير. بعد الفاصل الكابتن الكبير ماهر همام. برحب بحضراتكم مرة تانية. واحد من نجومنا الكبار السابقين اللي بنستمتع دايما معاه، يعني معاه برؤيته التحليلية وخبراته أكيد الفنية الكبيرة، كابتن ماهر همام، وحديث مهم جدا حوالين النادي الأهلي ومباراته المهمة جدا المرتقبة بكرة أمام بيراميدز، وأيضا مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة، وغيرها من الموضوعات المهمة حوالين النادي الأهلي. اهلا بيك. اهلا بيك يا سعيد. اهلا بيك، ربنا يكرمك كالعاده. اهلا بيك، منورنا يا كابتن هاني، وحشنا والله. انت كمان يا كابتن، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن. كلنا سعداء طبعا بوجود حضرتك دايما معانا في البيت الكبير، ورائك الفنيه كمدير فني كبير وخبرات كلاعب على مستوى عالي جدا. نبدا مع حضرتك بمباراه بيراميدز بكره، اهميه المباراه ديت للنادي الاهلي ورؤيتك الفنيه ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا بيكم، واحنا كمان بنستمتع بيكم بصراحه، ربنا يخليك، وبرنامج البيت الكبير والنجاحات اللي انتوا بتقدموها لنا. ميرسي يا كابتن بيكم. ويعني عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي بيستنى البرنامج بفروغ الصبر، يعني الله يخليك، مشاهده كبيره جدا، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. بالنسبه لبيراميدز بكره، طبعا لسه كنت بتكلم مع سام قبل الهوا، اهلي في اهلي، يعني الاهلي بكره بيلعب يعني معظم تشكيلة بيراميدز ولادنا اللي كانوا موجودين قبل كده، عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي. فطبعا مباراة انا شايف من مباراة العيار الثقيل، مباراة فيها دوافع كبيرة جدا بالنسبة للفرقتين. النادي الاهلي عايز يحافظ على المكان اللي هو وصل ليها، وهي قمة الدوري، واحنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيوصل للمركز الاول ما بيتنازلش عنه، يعني طيب، لحد نهاية الموسم. فالنهاردة بيراميدز بيمثل او مكانته في الجدول في المركز الخامس، وعنده 13 نقطة من 8 مباريات. ده قليل على 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 قيمة فريق بيراميدز بالامكانيات اللي موجودة عليه من الناحية المادية ومن الناحية الادارية ومن الناحية الفنية. يعني عدد كنت متوقع يكون يعني بعد الاسبوع الثامن في مركز افضل من كده بالظبط. يعني انا كنت متوقع زي السنه اللي فاتت كده ان هو كان الحصان الاسود لبطوله الدوري العام، وقدر ان هو يعني يحرج الفريقين الكبار الاهلي والزمالك في معظم او في المباراتين اللي هو اتقابله في الدوري العام. وطبعا لما وصل للبطوله الافريقيه يعني يمكن وصل للنهائي، لكن طبعا يمكن الخبرات فرقت معاه بشكل كبير. عايز اقول لك هاني ان هو لحد دلوقتي تكتيكيا او اداؤه داخل الملعب ما وصلش للنضج او ما وصلش للثبات او ما وصلش للشكل التكتيكي اللي احنا تعودنا عليه بيراميدز السنه اللي فاتت. انا شايف ان لحد دلوقتي يعني كيمياء المدرب مع اللاعبين ما وصلتش بالدرجه للناس كانت متوقعاها. طب واللعيبه فيما بينهم؟ لانه برضه في شويه لخبطه، سمعنا عن مشاكل داخل الفريق. اولا بعيدا عن الامور الفنيه، احنا كمان كنت بقول في الانترو ان المباراه بكره مهمه، مش بس عشان ان احنا نحصد ثلاث نقاط فيها كابتن ماهر، بس كمان علشان الجمهور بقى بيستناها في الفتره الاخيره دي، وانت عارف شويه يعني في حساسيه شويه في المباريات اللي زي دي في الفتره الاخيره. فنرجع تاني بقى لفكره الانسجام ما بين اللعيبه، لعيبه بيراميدز والمدرب واللعيبه فيما بينهم بالظبط، مأثره بشكل كبير في ادائهم. يعني حتى المباريات اللي بيكسبوها لو احنا كده استرجعنا مباراه بيراميدز مع الاتحاد، يمكن الاتحاد كسب 2-1، ومع الزمالك حصل درون 1-1، ومع سيراميكا يمكن كسبوا 1-0، مع الانتاج الحربي كسبوا 3-2،
مع البنك الاهلي درون، وبعدين مع وادي دجله درون، وبعدين مع المقاولين العرب كسبوا 3-1 وسموحه اتعادلوا 1-1. يعني واضح قوي حتى من النتائج ان الانسجام مش موجود في طريقه اللعب ولا حتى في اللاعبين. يعني انا كنت بتكلم مع هاني ان الحاله الفرديه بس اللي بيقدروا يتفوقوا من خلالها. يعني مهاره رمضان صبحي في الثلث الهجومي بيقدر يخترق، شفناه في المباريات اللي كسبوا فيها. عبد الله السعيد كبلاي ميكر، عارف نوعيه اللعيبه اللي حواليه، بيقدر يتعامل معاهم ازاي بالنسبه للباصات القصيره او الباصات الطويله. عبد الله كمان بيجيد التصويبات من خارج ال 18 كور الثابته. هم دول تقدر تقول يا سهام يا هاني مفاتيح اللعب اللي موجوده في بيراميدز بشكل كبير. بس لغايه دلوقتي يا كابتن عندهم لعيبه مميزه، ما فيش شك، لعيبه في كل خط، عندهم لعيب، عندهم خبرات كبيره، لكن جماعيا تحس انه مش فريق جماعي. يعني الكوره الجماعيه مفتقده في فريق بيراميدز لحد كبير جدا على المستوى. يمكن المكاسب زي ما حضرتك بتقول الفروق الفرديه هي اللي بتفرق. ده ان شاء الله يكون في صالحنا، يعني النادي الاهلي باذن الله. وهستعرض مع حضرتك يمكن كمان تشكيل النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام المقاولين، تشكيل بيراميدز امام سموحه، ونعمل مقارنات كمان تشكيل بكره هيبقى شكله عامل ازاي. يعني لكن الكره الجماعيه ناقصه شويه. بالظبط بالظبط يعني. وانا شايف ان الكره الجماعيه بالكوكبه اللي موجود عليها لعيبه بيراميدز بترجع للمدرب بنسبه كبيره. يعني يمكن احنا مدربين هاني وعارفين ان صحيح. ان قيمه المدرب بتمثل 70% من النواحي التكتيكيه، من النواحي الفرديه، من النواحي المهاريه، و30% 70% للعيبه و30% بالنسبه للمدرب. هو ما وصلش حتى كمان لدرجه ال 30% مع الاسف. بس يا كابتن ما تفتكرش برضو ان ممكن جدا يكون احساس اللعيبه في نجوم، كل واحد حاسس انه نجم في مركزه، في نجوم كتيره في الملعب على حسب كل واحد شايف ان هو نجم كبير، فديت محتاجه كمان اداره تدوب الكلام دوت. نفتكر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي وقد ايه كان نجوم كبار في الفرقه، لكن قدر بشكل او باخر ان لا، انتوا كلكم كوره جماعيه وما عنديش نجم اوحد. لغايه دلوقتي اعتقد ان بيراميدز عندها مشكله في الجزئيه دي. بالظبط، وما وصلش للمرحله دي. يعني انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده اداره قويه وجهاز فني قوي، والاداره القويه بتبقى في ظهر الجهاز الفني، فهنا اللعيبه بتحس بالكلام ده، فاللعيبه بيبقى فيها شيء من الضبط والربط نتيجه ان الاداره واعيه والجهاز الفني واعي، فيضطر اللاعب انه يلتزم، مجبر انه يلتزم لقرارات الجهاز الفني واخد بالك داخل الملعب. فالنهارده احنا ما حسيناش بدي في بيراميدز بصراحه. يعني الاداره يعني انا شايف مش بقوه اداره النادي الاهلي، اكيد طبعا الجهاز الفني نفس الكلام مش بقوه الجهاز الفني النادي الاهلي، لكن قيمه اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب قيمه كبيره جدا، وزي ما قلت يا هاني معظمهم نجوم. انا شايف ويا رب يعني ان التجانس ده ما يحصلش بكره. نتمنى ان التجانس ده اللي احنا بنتكلم عليه. انا عايز اتكلم على التجانس ما بين لاعيبه الفريق الاهلي. انا عايز اتكلم عن الاربعه الكبار، عايز اتكلم على شناوي وايمن وعمرو السولية ومعلول. الاربعه الكبار دورهم بعيدا عن الملعب يعني اكيد مهم جدا، بره الملعب مع زمايلهم خاصه الجداد. بالظبط. هو دور اللعيبه الكبار. احنا يمكن لو رجعنا للزمن من اجيالنا احنا كانوا بيقولوا هاني بيفتكر الست الكبار. الست الكبار ايه؟ الست الكبار دول اللي هم واجعين دماغنا بيهم. اتاري الست الكبار دول تقل كبير جدا بشكل كبير في تيم النادي الاهلي. هم اللي بيحسسوا يعني يعني احنا كان عندنا الكابتن حسن حمدي، كان عندنا الكابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، كابتن صفت عبد الحليم، وكلهم نجوم لهم باع كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. والست الكبار دول في الاحداث اللي بتحصل، يعني مثلا يعني ربنا لا يجيب يعني مباراه يحصل فيها اخفاق، تبص تلاقي دور الست الكبار ازاي يلموا الفرقه، ازاي يعني يخرجوا الفرقه من الاجواء اللي هي فيها تشاؤم، ازاي بيحمسوا الفرقه بشكل كبير جدا. يعني تقدري تقولي دور الست الكبار او اللعيبه الخبره دورها زي المدرب داخل الملعب وخارج الملعب. صحيح. يعني بيبقى لهم القياده داخل الملعب وخارج الملعب اكتر من مدرب كمان. صح، وشفناه في امثله كتيره جدا. بالظبط. وده موجود، واحنا اتورثنا هذه يعني الظاهره الجميله. وبدات من جيل لجيل، يعني بنسلم من جيل لجيل. فزي ما انت ذكرت يا سهام، الاربعه الكبار دول عليهم دور كبير جدا، وباين من شخصيتهم انه خارج الملعب وداخل الملعب ان هم بيقدروا فعلا يقودوا
اللعيبه بشكل كبير، والقياده من خلاله هو الاول، يعني هو اللي بيلتزم رقم واحد عشان كمان اللعيب زميله يبدا يحس ان الكابتن هاني كابتن الفرقه اكثر التزام. الكبير اللي بيلتزم طبعا. فالنهارده القدوه دي خارج وداخل الملعب وداخل الملعب يا كابتن كمان يمكن شفناها واسترجع مع حضرتك مباراه المقاولين في روح الاصرار والعوده. انا علي معلول ما شاء الله، يعني تحس انه زي دايما ما بنقول انه معجون النادي الاهلي، ده قيمه كبيره جدا شكله في الملعب واصراره على احراز الهدف لما الكره كذا كوره جت، حتى هو بيلوم نفسه لما بيعمل اوفر فما بيطلعش مظبوط فبيلوم نفسه، ده بيتنقل طبيعي جدا للعيبه. شفنا دور ايمن اشرف، شفنا دور كمان يمكن يعني غياب بدر بنون شويه كان مؤثر، لكن ياسر ابراهيم خامه طيبه جدا. فده مهم يا كابتن بكره ان يكون عندك هذه النوعيه من اللعيبه في هذه النوعيه من المباريات، لان المباريات خلينا نتكلم بكل امانه بتروح وتيجي، يعني بلغه الكوره في وقت من الاوقات اكيد بيراميدز هيسيطر شويه على المباراه، فوجود العناصر ديت في الاوقات الصعبه داخل المباراه نفسها دورها اهم كمان من المدير الفني. طبعا طبعا يعني، وانا عايز اقول لك يعني ان في مباراه المقاولين واحنا خسرين 2-0 لكن احساسنا ان الاهلي اللي راجع يعني هيعود مره ثانيه. هقول لك ليه يا هاني، لو نرجع بالزمن كده احنا يمكن على مدار الاجيال، يمكن انا بالنسبه لي سنه 78 لما احنا خسرنا الدوري بكل اعتباري، الزمالك خد الدوري في السنه دي وفضلنا في الكاس ماشيين مع بعض 16 18 سيمي فاينل وفاينل، ما احنا كسبنا 4-2. لو تفتكر احنا كنا خسرين الشوط الاولاني، الشوط الاولاني كان تعادل، وفضلنا اول ربع ساعه الشوط الثاني علي خليل جاب جول، وبعدين وصل 3-1 يا كابتن 4-2 يعني. لا في الاول كان تقدم نادي الزمالك 2-1 بعدين 2-2 3-2 بالظبط 4-2. فانا عايز اقول لك ان يعني وخد بالك كمان يمكن جيل ابو تريكه نفس الظروف، حصلت مره مع الاتحاد، حصلت مره افتكر مع سموحه، يعني واضح قوي ان احنا كمان مع التاريخ مش قلقانين حتى والنادي الاهلي خسران، خسران 2-0 نتيجه، والشوط الاولاني خلص 2-0 نتيجه ثقيله بتلعب فريق المقاولين. لكن في لقطه حتى كمان يعني بين في الاستراحه وبعدين بدانا الشوط الثاني، تخيل يا هاني مصطفى شوبير بيحمس اللعيبه، واقف على الخط بيسلم على ده وبيسلم على ده وبيسلم بالظبط كده. مصطفى شوبير اللي هو اصغر واحد فمصطفى شوبير شاف الكلام ده فين؟ اكيد شافه بقى من فرقته تحت بالظبط، وكمان من تحت الوليد ومتربي عليه من تحت، برافو عليك. صحيح. فدي بدك من ضمن الحاجات احساسنا احنا كفنيين، لا الاهلي راجع. وبعدين طبعا مستر موسيماني التغييرات الجميله اللي عملها في الشوط الثاني، فكرنا بمانو جوزيه اللي كان بيدفع باثنين مهاجمين وثلاثه مهاجمين، واخد بالك؟ فدي ده اللي عمله في الشوط الثاني بالظبط، يعني في ثقه من المدرب في لعيبته ودفع. احنا خسرانين، فلما تبقى خسرنا كابتن هاني انت طبعا مدرب كبير، فاضطر عايز تعوض، فعشان تعوض لازم تعوض بمهاجمين. الحمد لله رب العالمين ان احنا كمان الدكه عندنا دكه كبيره ودكه ثقيله، فكل التغييرات اللي نزلت كانت مؤثره بشكل كبير جدا بصراحه. كابتن يعني مار، اخر مباراه لينا امام المقاولين كان في فرق رهيب جدا ما بين الشوط الاول والثاني. بكره في مباراه بكره الفرق الكبير والواضح ده هيكون موجود، ولا من بدايه المباراه هنعرف ان احنا نحسم باول هدف في الشوط الاول ومن بدري؟ ده اللي بتمناه يا سهام هاني، ان احنا بقى لنا 3 اشواط يعني بنروح ونضيع فرص كتيره جدا لكن ما بنسجلش. الشوط الثاني بيحصل سبحان الله استنفار بشكل كبير، ومباراه ثانيه بتكتيك ثاني بجو ثاني بلعيبه ثانيه. فانا اتمنى ان احنا يعني نستوعب هذا الدرس، واحنا طول عمرنا في تاريخ النادي الاهلي اهم فتره علينا الثلث ساعه الاولى اللي احنا بنخلص فيها الجيم. مسافه ما بتفتح بجول اول جول بتدي ثقه للعيبه وبتدي ثقه للجهاز، ويبدا يبان بقى شغل موسيماني وشغل اللعيبه. فاتمنى ان بكره يبقى المباراه الرابعه ان احنا نحسم من الشوط الاولاني من مبكرا. طبعا. طيب ده هيجي كتير كابتن عن طريق تغيير في التكتيك شويه، وتغيير في بعض الافراد على مستوى المراكز. على سبيل المثال، هل ممكن بكره نشوف محمد شريف
من البدايه، لان محمد شريف وطاهر اعتقد بيأدي دور اكتر من رائع في خلال الفتره الزمنيه الصغيره اللي بينزل فيها بيهدف بشكل كبير جدا. هل ممكن كسؤال اولاني يعني بالنسبه للتشكيل، هل ممكن نشوف محمد شريف على حساب والتر بوايليا في بدايه المباراه بكره، ولا هيبدا بنفس التشكيل؟ ممكن يعني هم. طب انت تفكر يعني انت هم الاثنين يعني انت برضو كابتن يعني انت يعني خبرتك كابتن تقول لا ده دلوقتي محمد شريف يخش، ولا نستنى شويه وندي فرصه كمان لبقى. والله يعني بقيتش تفرق بصراحه يعني 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 قيمه نجومنا شريف ووالتر يعني حاجه، وطاهر وكهربا والشحات يعني وقفشه يعني انت بصراحه بتبقى حيران. انت عندك لعيبه تقيله قوي ولعيبه مؤثرين بشكل كبير. يعني انا قلت لك في يمكن في الحلقه اللي قبل كده قلت لك يا هناوي سعده اللي بيمر النادي الاهلي بصراحه. يعني انت يعني عارف بتبقى في منتهى السعاده، هم بيحسوا بقيمه الجمال يا كابتن. احنا شفنا النهارده شريف لما مضى، لما محمد شريف لما النهارده يعني وقع او جدد عقده مع لجنه التعاقدات وامير كان يعني بيقول لك بلا شروط. النهارده الثقه اللي حضرتك اتكلمت فيها ديت افتكر كمان واصله لاعبتنا بشكل كبير. شفنا النهارده تجديد عقد ديانج، حمدي فتحي، محمد، مين تاني؟ علي لطفي. علي لطفي طبعا. يعني شفنا عدد من اللعيبه اللي تم حسم تجديد عقودهم مؤخرا، ده اعتقد كمان بينقل لهم الثقه بشكل كبير ويعني ويفرق كمان في الملعب اكيد. طبعا طبعا التجديد ده بيدي ثقه للعيبه، وبعدين اللعيبه كمان حابه يعني. ولسه الملعب لما بيمضي على بياض طبعا يعني وشناوي كلمة وليد وشناوي ومعالي معلول وعلي معلول بكلمه لعيبه يعني لعيبه منتخبات ولعيبه مؤثره بشكل كبير جدا في بطولات النادي الاهلي في نتائج النادي الاهلي، فده بيدي ثقه بشكل كبير. يعني الراجل عاش في المؤسسه، حس ان هو فعلا في اعظم نادي في الشرق الاوسط وفي العالم العربي، ممثل كمان حتى الفرق الاوروبيه لان هو عارف انه بيصنع تاريخ. أيوه. معنى دي وتاريخ له ان هو صاحب البطولات واعدادها ما شاء الله اذا كانت افريقيه او دوري عام. فالنهارده كل اللعيب من دول بلغه الكوره كده فرحان يعني سعيد يعني مش متأزم، مش جاي التمرين وهو مشدود او جاي لا ده جاي وهو احلى حاجه بيحبها هي كره القدم. فجاي يعني نايم بيحلم وبعدين بسرعه قايم شايل شنطته ولابس وراح اشتغل كوره، رايح اشتغل كوره، راح العب كوره، راح انبسط كوره، راح امتع الملايين. دي صحيح. فالنهارده لعبتنا بصراحه والحاله اللي وصلت لها اللعيبه، وطبعا الفضل المجلس الاداره وال يعني كمان لجنه التخطيط، ان عندك فريق محترم، كل مركز فيه 2 و3 لعيبه على مستوى عالي جدا. روح التنافسيه دي بتعلي من قيمه الفريق نفسه، بتعلي من قيمه اللاعب نفسه، وبالتالي انت عندك دلوقتي مركز راس الحربة، عندك مروان، عندك بواليا، عندك محمد شريف، بتتكلم على صلاح محسن، على الجوانب الهجوميه عندنا عناصر كويسه جدا وعناصر مميزه. التوليفه اللي حضرتك شايفها من خلال الخط الامامي بالذات، شايف التوليفه ازاي الاربعه؟ طبعا قفشه لا غنى عنه اعتقد كرقم 10، لكن الثلاثه اللي قدام قفشه من خلال رؤيتك المباراه اللي فاتت، مين افضل ثلاثه يبدا بيهم مباراه بيراميدز؟ يعني الخط الامامي يعني. زي ما انت قلت كده هاني، قفشه 10 رقم 1. انا شايف طاهر، محمد طاهر، وشايف على حساب حسين الشحات. على حسين الشحات، على حساب حسين الشحات. وانا شايف ان كهربا كمان يعني بيمثل قوه ضاربه بشكل كبير جدا. يعني حضرتك بتتكلم قفشه 10 ناحيه اليمين، طاهر، محمد طاهر، وبعدين كهربا ناحيه الشمال، وبعدين راس الحرب محمد شريف. محمد شريف يعني انا شايف ان يعني في فعاليه وفي اصرار. صحيح. وفي انا بتطبق معاك يا يبدا بيه بتطبق معاك. تحسي كده ان فعلا الناس عايزه، الناس ما بنقلش من كمه الباقي، ده بالعكس ده الباقي كمان ما عندناش لعيبه اساسيه ولاعيبه على الدكه يعني زي ما بنقول. سبحان الله يعني احنا كمان اللي بينزل بيعمل فرق معانا بيكسبنا. صحيح. فانت النهارده بتحير الدنيا كلها. ف يعني عايز اقول ان بقت ثقه الجماهير النادي الاهلي في الفرقه، وبثقه جماهير النادي الاهلي في ال90 دقيقه او حتى كمان الوقت البدل الضايع،
ان احنا هنقدر نجيب جول في اي وقت. ونقطه مهمه كابتن كمان ان المرونه التكتيكيه بدات تظهر يعني حتى على مستوى يمكن موسيماني قال كده في المؤتمر الصحفي ان عنده مرونه تكتيكيه من خلال تغيير طريقه اللعب خلال ماتش المقاولين. لعب بثلاث طرق لعب يعني في لعب 4-1-4-1 لعب في الاخر براسين حربه نزل مروان محسن وكان معاه محمد شريف فكمان دوت بتدي زي ما حضرتك بتقول اولا القماشه واسعه جدا والمرونه التكتيكيه موجوده فبالتالي ده يعني كمان بيضيف للنادي الاهلي وبيصعب من مأموريات الخصم يعني وانت في نص ملعب الخصم الشوط الثاني يا هاني الكثافه العدديه كانت صحيح. موجوده دخل ال 18 6 احمر تخيل يعني طبعًا. 6 احمر موجودين جوه ال 18 حتى كمان خارج ال 18 في كمان 2 حمر موجودين فانت النهارده في جرأه هجوميه لعبت النادي الاهلي يعني والجرأه الهجوميه دي بترعب بالفرق فانت النهارده هتمسك مين ولا مين ولا مين يعني النهارده مثلا انا كنت بتخيل كده ان عماد سليمان وهو عماد نحاس وهو شايف نجوم النادي الاهلي المهاجمين وهم بيسخنوا انا لازم كمان اعمل تغيير دفاعي كان لازم يعمل لو عندي 2 مدافعين الحق اغيرهم عشان يمسكوا الناس دي صحيح واخد بالك يا هاني طب بمناسبه الدفاع صحيح. انا عايز اتكلم على بدر بنون يمكن النهارده الدفع بيه بقى مهم جدا وغير شكل الدفاع في النادي الاهلي غيابه عن المقاولين طبعا بسبب البرد بنقول له سلامات هو نزل بكره ان شاء الله تقريبا في التشكيل فقول لي بقى لاي مدى سيصنع الفارق حسينا بيه يعني احنا حسينا بغلاوته بقى حسيت بقيمته والله دي حقيقي يعني بس مش مش بنقلل من قيمه ياسر طبعا لا طبعا يعني يمكن انا وهاني بنحس ان عشان هو اندمج مع اشرف الفتره اللي فاتت اكتر من 5 مباريات فحصل نوع من الانسجام السريع بالظبط والثبات والرؤيه والتحكم يعني كل حاجة موجودة بالنسبة لهم كانت بتسهل بشكل كبير ياسر ياسر بردك من لعيبة بصراحة قبل كده كان وصل لفورمة جميلة مع بردك مع أيمن ويعني خامة من الخامات بردك اللي بنقدر نعتمد عليها بشكل كبير جدا كل واحد مميز دفاعيا في حتة كابتن نمير وأكتر واحد ممكن يكلمنا عن المميزات دي حضرتك والفرق بين ياسر وأيمن وبدر حضرتك يعني هو ما فيش فرق أسهام بينهم من بعض بصراحة يعني مفيش لكن عايز أقولك أن بدر بنون لما وصل احنا كنا محتاجين الهدوء ده محتاجين الرؤية دي محتاجين الذكاء ده محتاجين طول القامة دي محتاجين ألعاب الهواء المميزة في حالة التشتيت أو في حالة بداية الهجمة محتاجين مفتاح لعب يطلع من تحت ويقدر يزودنا هو عنده كورة برضه كويسة بيقدر يزيد ويقدر يعمل لنا الباصات اللي هي المتوسطة يقدر يعمل لنا الباصات الطويلة كمان بيقدر يروح في الحاجات الثابته الكورات الجانبيه او كورنر بيقدر يجيد العاب الهواء كمان وبيسجل منها اهداف حتى كمان يمكن شفناه في مباراه البنك الاهلي كورتين في العارضه في العارضه بالظبط يعني فدي برضه مميزات وانت النجم كبير في هذا المركز يا كابتن ودايما بتحس ان المركز دوت ممكن يكون لازم يكون عندك وخاصه بتعتمد على طريقه اللعب المدرب انك يكون عندك القوه والسرعه متوفره مثلا في ايمن اشرف عندك الهدوء وعندك التركيز وانك بتطلع بالكوره بشكل مميز جدا وبتبني هجمه عن طريق بدر بنون فالتنوع في دوت بالعكس احنا دلوقتي كنا بنعاني كتير جدا من مركز السردباك واصابات كتيره وغياب سعد ورامي و لكن دلوقتي نقدر نطمن الحمد لله حتى بوجود ياسر ابراهيم وعودته بشكل جيد جدا بدر بنون ايمن اشرف سعد ان شاء الله يخش بشكل كبير فاعتقد المركز ده ما بقاش علامه استفهام ورامي ربيع طبعا ما بقاش علامه استفهام في النادي الاهلي بالعكس بقى مصدر قوه يعني جدا جدا هاني وبعدين الحته دي نحسها انا وانت اكتر ناس لما بتتقفل الجيمز انت بتسيطر على الجيم يعني ما بيجيش فيك تقدر تجيب في الدقيقه 90 دقيقه 95 وانت كمان بتحس طول ما الحته دي مقفوله خلاص مفيش امل للمنافس انه يوصل للشناوي مفيش امل شايف ان العمليه كل هجمه مقطوعه كل هجمه فاسدينها كل هجمه مفيش امل فالفيرو بيزهق بلغه الكوره فيقول لك لا بقى هنزل العب بقى انا عايز اكيف نفسي خلاص الحته دي مقفوله الناس يعني خنقانه مش معديه ولا الميه ولا الهواء فالحته دي لما تتامن يبقى النادي الاهلي الجيم تقدري تقولي احنا رايحين للمكسب حاجه تانية كمان الحته دي تجيب بطولات
طول ما انا عندي حارس مرمى قوي زي الشناوي وعندي دفاع قوي انا ما شاء الله لو هنشتري في خمس بطولات هناخد خمس بطولات. كابتن وصل الحته كمان اللي قدامانيه يا سهام كمان يا هاني ما شاء الله بقت مؤثره بشكل كبير. فانت النهارده عندك حارس مرمى قوي عندك خط ظهر قوي عندك حته قدامانيه تقدر تجيب لنا جول في اي وقت. فانا شايف النادي الاهلي بصراحه طيب. وصل بشكل كبير جدا. عايز اسالك يعني. سؤال بقى واحنا خلاص يعني بكره اخر مباراه للاهلي قبل ان شاء الله سفره عشان يلعب امام الدحيل القطري. بكره ممكن نعتبر ان هي بروفا شكل مباراه الاهلي امام الدحيل يوم 4. عايز اقول لك حاجه سام بالنسبه للجهاز الفني هو بيعد الدحيل عن طريق المباريات دي اكيد يعني هو حمل اقصى في حمل اقصى في حمل اقصى كلها مباريات قويه. الدوري السنه دي بادئ قوي جدا مفيش فرقه ضعيفه. فالنهارده ده الاستعداد لبطوله انديه كاس العالم. فهو شغال كل مباراه باسلوبها بتخطيطها بلعبتها بامكانياتها بس يعني هناك طبعا طبعا وده بيدي اللعيبه يعني احنا بنقول بلغه الكوره الكمال بقى في حته الجانب البدني الجانب المهاري الجانب الخططي عشان لما اروح هناك يبقى انا وصلت بالمستوى اللي يؤهلني ان انا انافس الفرقه دي وحارب على المركز اللي احنا بنسعى ليه. فده بيبقى اعداد من الجهاز الفني مكمل لل اعداد وانا اعتقد يا كابتن وانا باكد لحضرتك ان يمكن عشان برضو الناس ما تفهمش ان احنا لسه بنفكر في الدحيل او كاس العالم قبل بيراميدز. احنا متعودين ان بناخد الموضوع ستيب باي ستيب احنا مركزين ويمكن الجهاز الفني بيذاكر الدحيل بعيد عن الفرقه يعني اعتقد ما اتكلمش على فريق الدحيل قبل ما بنتكلم على مباراه بيراميدز لان عندنا وقت يعني ان شاء الله عندنا بكره مباراه بيراميدز عندنا لغايه يوم الجمعه نبدا بقى بعد مباراه بيراميدز وده واصل للعيبه ان كل التركيز على مباراه بكره ان دراسه الخصم بالنسبه للدحيل ده في لجنه لوحدها اللي هو محلل الاداء بيقعد ساعات مع المدرب بيقول له الموضوع كذا كذا لكن كل التركيز اكيد بكره على مباراه بيراميدز اللي هناخد معاها ان شاء الله كمان مكاسب معنويه ان شاء الله ربنا بس يحقق الفوز بكره ده كمان مكسب معنوي لافتتاح بطوله كاس العالم امام الدحيل يعني بالظبط هاني. وبعدين الناس تقول لك ايه اصل اللعيبه خايفه تتعور الكلام ده كان الاول يعني لا ده كل لعيب دلوقتي بيحارب على مركزه كل لعيب دلوقتي بيحارب على الثلاث نقاط كل لعيب دلوقتي بيحارب على صداره الدوري طبعا بطوله الدوري. وبعدين زي ما هاني قال هيبقى ملف وهيتقفل طبعا مؤقتا بس وهنخش في الملف الاحترافي الاعلى زي ما هاني قال يعني الناس شغاله بشريطها باعدادها متابعه الفرقه هناك الدوري القطري خدوا هم سبع بطولات عندهم لعيبه محترفين انضموا ليهم برضك زي بيرمز كده ما عندهمش جمعيه اللعب لسه فروق فرديه كويسه قوي بالظبط فروق فرديه لعيبه عندها خبرات لكن جمعيه اللعب مش زي النادي الاهلي وده ان شاء الله اللي هيدينا التفوق ان شاء الله لما نروح قطر ونقابل الدحيل في هذه المباراه. لكن طبعا عايز اقول ان ثبات التشكيل بالنسبه للنادي الاهلي هو ده اللي ادانا دلوقتي الفاعليه هو ده اللي ادانا الاداء خصوصا الشوط الثاني في كل مباراه في الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم. اهلي متغير بشكل كبير وده بيرجع للجهاز الفني ان هو بيقرا الخصم يعني تملي يقوله حتى المعلقين يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين ذكاء المدرب هنا بقى الثاني اللعيبه بالظبط يخص اللعيب فذكاء المدرب ان هو بيقدر يلحق في الربع ساعه دي ان هو يغير من طريقه اللعب يغير من اللعيبه يغير من اسلوبه على اساس انه يوصل للهدف اللي هو بيسعى ليه اللي هو الفوز بثلاث نقاط. والحمد لله 400 مستر موسيماني وجهازه وده كان اول ده كان اول مباراه كمان مستر موسيماني بيتخلف فيها بهدفين لان طبعا كل المباريات اللي فاتت يمكن كان ممكن تعادل الشوط الاولاني او الاهلي متقدم. فكمان مهم جدا انك تعرف فكر المدرب في حاله انك متاخر بهدفين وده كتير على النادي الاهلي متاخر بهدفين. فالتغيير في التكتيك واستخدام الادوات اللي معاك الدكه القويه اللي فيها النادي الاهلي ده كمان يحسب لموسيماني بشكل كبير جدا يعني بالظبط يعني كمان الناس كانت بتشكك انت عارف كابتن برضو المشكله في ايه المشكله ان طبعا يعني النادي الاهلي السنه اللي فاتت عامل طفره كبيره وفارق كبير قوي قوي عن اقرب منافسيه وبالتالي الصوره لسه في خيال الجماهير ان الصوره دي تتكرر
وبالتالي الدوري مختلف السنه دي، المنافس مختلف، الظروف مختلفه، عندنا مشاكل في البار في التحكيم، وبالتالي بتلاقي بعد كل مباراه او بعد حتى شوط اولاني بيبقى في نوع من انواع النقد شويه. راي حضرتك ايه في القصه دي؟ بص يعني اولا هي دروس بنستفاد منها كلنا، يعني حتى احنا خارج الملعب احنا قاعدين بنستفاد من الدروس اللي حصلت، وده ده اكبر درس، درس المقاولين العرب. تخسر 2-0 في الشوط الاولاني وبعدين تبدا الشوط الثاني بفعاليه بهذا الشكل وترجع للمباراه ب 3-2، اكيد دي دروس لمستر موسيماني واللاعبين كبيره، وانك انت الحمد لله قدرت انك انت تتخلص منها وبسرعه وبمكسب كمان واداء. فعايز اقول لك هاني، تملي البطل كده، البطل الناس عايزه تشكك فيه، عايزه توقعه، عايزه تحبطه. البطل طول عمره بلغه الكره مكروه، واخد بالك، والنادي الاهلي هو اللي بيكسب الدوري، والنادي الاهلي هو عنده احسن لعيبه، النادي الاهلي احسن دايما عليك. طبعا العين دايما عليك، طبعا تلاقي الشكوك بقى اصله يعني اصله مدرب لسه بالظبط، يعني الكلام بقى اللي احنا بنسمعه، الكلام الخايب ده. بما انك عالمي وبطل فعلا عالمي، هتشارك في حدث تاريخي قريبا جدا يعني يوم 4، قيم لي كابتن ماهر الدحيل القطري، قيم لي الدفاع، مستوى الدفاع في الفريق. اكيد تابعت الاسماء، مهدي بن عطيه يعني لاعب يوفنتوس والبايرن ميونخ السابق، اكيد مدافع قوي جدا بين صفوف الدحيل. شايف المباراه ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ انا شايف ان احنا هنلعب في استاد القاهره، يعني قطر كل المصريين اللي موجودين هناك خلاص حجزوا التذاكر، فانت هتحسي باجواء انك انت موجوده، يعني اجواء مش موجوده كمان في مصر، ان جمهور النادي الاهلي موجود هناك، الجاليه المصريه هناك اكتر من 30,000 يمكن كتير. فالنهارده التذاكر خلصت كلها اهلاويه، يعني النهارده مسافه ما النادي الاهلي ينزل المطار تفرجي على الجماهير هتبقى عامله استقبال، استقبال عالمي. فالنهارده الثقه كلها هتتبني من اول وصول النادي الاهلي. النقطه الثانيه، يعني احنا طول عمرنا في قطر وفي الكويت والسعوديه النادي الاهلي بيبدع بصراحه، وبيسيب سمعه كبيره جدا في المكان اللي هو رايحه. انا شايف ان اقل خطوطهم، يعني كل المحللين بتتكلم على خطوط الدفاع بالنسبه لهم اقل الخطوط، يعني عندهم خبرات ممكن، لكن عندهم مشاكل في التنظيم الدفاعي بشكل كبير جدا، اقل من نص الملعب والمهاجمين. فده برضك هيبقى عنصر من ضمن العناصر اللي هنقدر نستفاد منها بشكل كبير جدا، ان احنا عندنا كمان اقوى خط هجوم، فقوه هجومنا هتقدر تأثر بشكل كبير جدا على دفاعاتهم، وطبعا هيبقى هم مستنيين، هم بالنسبه لهم عيد النادي الاهلي جاي، وان اول مره هيلاعبوا النادي الاهلي بطل القرن، فهم كمان عايزين يعملوا لسه هو من 2009 يعني عايزين يعملوا اجواء وعايزين يعملوا مباراه كامل يعني. طبعا تحسب لهم في التاريخ. نعم. فانا شايف ان اقل خطوطهم خطوط دفاعيه، حتى حراسه المرمى يمكن فيها برضك متغيرات من حارس لحارس. انا بتفق معاك يا كابتن، اللي ممكن وان شاء الله ما يحصلش، وان لاعبتنا والجهاز الفني يكون عاملين حسابهم على الجزء الهجومي، عندهم جزء هجومي شرس جدا، عندهم وسط ملعب مميز جدا على مستوى الدفاع زي ما حضرتك بتقول، وجود المهدي بن عطيه خبرات في التمركز، خبرات في الاداء في القوه، لكن على مستوى السرعات باكد لك ان مهدي بن عطيه كمان ما بقاش بالسرعات المناسبه، يمكن كان ميزة وهو صغير شوية، لكن دلوقتي السرعات شوية قلت، هو بيلعب بخبرته وبيلعب بعينيه كويس قوي، قائد في الملعب بشكل كويس، لكن مع وجود سرعات، مع وجود خلق مساحات ورا خط الدفاع الدحيل إن شاء الله، وده بيجيده النادي الأهلي بعدة طرق، عن طريق الأجناب، عن طريق أفشة والكرات البينية، عن طريق سرعاتنا، عندنا سرعات كويسة زي كهربا، زي محمد شريف، زي طاهر محمد طاهر. فأعتقد الجزء الأهم إن احنا إن شاء الله بإذن الله طول ما أنت محافظ على شبكتك نظيفة، أعتقد فرص الفوز هتكون كبيرة يعني. بالظبط يعني، وهو ده اللي النادي الأهلي يعني ماشي بالخطوات اللي أنت بتتكلم عليها هاني. أنا عايز أقول لك كمان من ضمن الدروس اللي استفاد منها الجهاز الفني التكتل الدفاعي. صح. يعني عايزين نرجع كده هاني للتكتل الدفاعي ازاي يتضرب. انا في رايي طول ما انت في نص ملعبك والخصم داخل باكتر من 6-7 لعيبه، هنا فرصه انك انت لما تقطع تبقى الكور الاماميه اللي فيها تحضير بسرعه، عشان العدد اللي موجود في نص ملعبك
صعب يقدر يرجع عشان يلعب على الكاونتر اتاك. وهقول لك في واقعه الكابتن جوهري واحنا في منتخب مصر قال ايه؟ قال لك الوحيد اللي كان بيضرب اللي كان بيعمل كونتر اتاك على الخصم ماهر همام، وانا ما كنتش مهاجم وانا مدافع. طب ازاي انا بضرب كونتر اتاك ده؟ فقال لك الكره لما بتوصل له وهو بيشترك مع راس حربه، وراس حربه ضامن وجناح ضامن ونص ملعب بيحاول، فماهر همام بيلعبها يعني بيقطعها وبيلعبها لنص الملعب، فضرب اربع لعيبه بلعبه واحده صحيح خلاص، فالعدد قل، فاضطر نص الملعب يحضر بسرعه وبعدين تتنقل لمصطفى عبده ورا الناس بالسرعه دي، فده بيحصل كونتر اتاك واحنا مش واخدين بالنا. احنا يعني لعيبه دي ميزه بنلعب بس انك بتقطع بتمريره بالزبط. في فرق بين ان المدافع بيقطع بيصفش، وفي فرق واحد بيقطع ويسلم، وبالتالي لما بيسلم خلاص انت فتحت الملعب بالزبط. بشكل كبير. يعني انا عايز اقول طبعا مع احترامي لمستر موسيماني مدرب عالمي ومدرب كبير جدا، لكن ساعات انا بحكي الواقعه دي والشناوي كمان بيعملها صحيح. يعني الشناوي بيعمل كونتر اتاك صحيح. بسرعه بقى عمل اسيست بالظبط. فانا عايز اقول لك هاني ان دي يعني ملحوظه مهمه جدا. يعني كنت عمال اقولها لوائل، يا وائل الحق اقطع بسرعه وحطه قدام، بلاش التحضير اللي على الجنب. التحضير اللي على الجنب ده هاني لو هما رجعوا لو خلاص ما عندكش فرصه يعني الكامل. هو حس انك انت قطعت فبدا يرجع، فهنا خلاص تبدا هتضطر انك انت تحضر بقى صحيح. عشان تبدا تخش بقى من بره او من جوه او عن كروس او جمله او كره ثابته. فدي من ضمن الحاجات بيشتغل عليها المدرب حتى في الالعاب الصغيره، تخيل اللي هي الحاجات اللي بالايد دي، بالايد اللي عند بول بسرعة, بسرعه بسرعه بسرعه. يعني ممكن نعملها وحدات تدريبيه، وده ذكاء المدربين زي كابتن جوهري الله يرحمه، كان 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 سابق عصره. يعني هو لما لقط حاجه زي كده وراح اشتغل عليها وركبها وعملها وبقت كوره بالظبط، عمل كونتر اتاك. نتمنى كده ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك بتتكلم، اولا التركيز ان شاء الله على مباراه بكره، مباراه مهمه جدا على مستوى التصدر الدوري وعلى مستوى المعنوي، انك رايح بطوله كبيره زي كاس العالم. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا سعدنا بيك يا كابتن دايما حبيبي، يعني سعدنا بيك دايما وبارائك الجميله، ودايما دايما كده منورنا في البيت الكبير. متشكرين جدا، شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا لك يا كابتن، شرفنا دايما ومنورنا والله. بعد الفاصل كلام مهم قوي حوالين منتخب مصر لكره اليد. ضيوفنا في الفقرة الأخيرة أصبح يعني منورين باستمرار في البيت الكبير، لأننا يا جماعة النهاردة بنتكلم عن حدث أيضا مهم وعالمي يخص كرة اليد. منتخبنا النهاردة بيشارك من ضمن 32 منتخب عالمي هنا من 13 ل 31 يناير الشهر، في طبعا أهم حدث عالمي. احنا بنتكلم عن يعني في ظل جائحة كورونا اللي احنا خلاص أصبحنا بنتعايش وبنتعامل معاها عادي جدا، فنهاردة انك تنظم حدث عالمي زي ده، وأعتقد كنا بنتكلم في هذا الموضوع وكلام مهم جدا مع السيد ممدوح الششتاوي طبعا مدير وأحد طبعا الإداريين المهمين في تنظيم هذه البطولة. النهاردة بنتكلم عن حدث عالمي مع أهم لعيبة كرة اليد السابقين في هذا المجال وفي النادي الأهلي تحديدا، كابتن محمد يحيى وكابتن محمد إبراهيم اللي مشرفينا ومنورين الحياة، وشكو حلوة علينا وعلى المنتخب. الله يرحب دايما عقبال اللي جاي. مبروك التأهل لدور الثمانية يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بيكم طبعا كابتن محمد يحيى وكابتن محمد إبراهيم، بنرحب بيكم في البيت الكبير. وزي ما قالت سهام يعني وشكو حلو. المباراه اللي فاتت كانت مباراه عصيبه بصراحه، يعني احنا كلنا على كنا على اعصابنا. لكن اخد راي حضرتك، مباراه سلوفينيا كانت قد ايه مباراه مهمه عشان تضع كمان مصر من ضمن الثمانيه الكبار في كاس العالم لكره اليد؟ طبعا في البدايه بنبارك طبعا للشعب المصري بصفه عامه، وبنبارك لمنظومه كره اليد بصفه خاصه ان احنا قدرنا نوصل دور الثمانيه ونحقق طبعا انجاز ده، بس سقف طموحنا طبعا اكبر من كده. بس مباراه كانت مهمه جدا، مباراه سلوفينيا. لو جينا اتكلمنا على مباراه سلوفينيا، زي ما اتكلمنا قبل كده، سلوفينيا هي من الفرق المصنفه تصنيف اول، فرقه بتمتلك من العناصر المحترفين في اقوى الدوريات في اوروبا.
طبعا ماتش كان صعب جدا، يمكن احنا شويه في الاول كان عندنا سوء توفيق شويه في بدايه الشوط الاولاني، ولكن ده طلعنا منه، انا من وجهه نظري طلعنا منه بايجابيات مهمه جدا يعني. يعني احنا المباراه في البدايه كان في سوء توفيق بصراحه لما الفرق بقى 12 للزمالك، ما هي دي حركه لو حسبناها هنلاقيها دي من ضمن الايجابيات اللي حصلت. احنا لو بدانا هتلاقي محمد ممدوح هاشم اخفق في كرة في الدقيقة 7، في تصويب من احمد هشام في اول مباراة، احمد الاحمر كورة، فابتدى الريتم المباراة انت مش متحكم في ريتم المباراة، وده اول مباراة. لو جينا بصينا المباريات اللي فاتت هتلاقي كل المباريات احنا بننهي المباراة في من اول مثلا دقيقة 10 للدقيقة 15 17 بنركب المباراة بلغة الرياضة يعني، وخلاص انت بتلعب بأريحية بدون ضغوط. لكن انت مع الاخفاقات دي ابتديت طبعا، مش هقول في فقدان للثقة، اللعيبة ابتدت موقف جديد عليهم، يعتبر موقف جديد. ولازم اشيد برضو، خلي بالك حضرتك، في من ضمن الاخطاء اللي كانت بتحصل دي او عدم التوفيق اللي كان بيحصل، كانت حراس المرمى بتتصدى بتخش جوه المباراه تاني. يمكن شفنا لما كمان دخلنا في الشوط الثاني، ودي كانت نقطه مهمه جدا جدا في الدقيقه 5 تقريبا، لما اضطرب من فرقه سلوفينيا لاعب، قدرنا نستغل النقص العددي ده، قدرنا نحرز 3 اهداف متتاليه، الفرق نزل من 4 اهداف لهدف، وده كان بدايه الثقه بتاعتنا ان انت تخش في المباراه، ان المباراه قريبه. اللعيبه زادت ثقه عاليه جدا، ابتدوا يقاتلوا لغايه الاخر. وحضرتك زي ما شفت كان انت بتلعب فرقه لا بصراحه انا يمكن من المرات العديده جدا في بطوله عالم اشوف كميه التيشيرتات اللي اتقطعت في المباراه سواء احمد الاحمر علي زين كام مره، يعني ده بيدل على شراسه الدفاع وقوه دفاعيه غير طبيعيه. غريبه جدا يعني، بالظبط كانت مباراه قويه جدا جدا يعني. بس كان تعادل بطعم الفوز يا كابتن محمد، وكلنا الحقيقه فرحنا. كابتن ابراهيم قول لي بقى والله انا انا طلعت معاكم، تابعت الماتش ده ازاي؟ طلعت معاكم المره اللي فاتت وكنت ضد وجهات نظر كتير كانت بتنتقد المدرب في 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 بعض الفترات في ادائه كده، لكن المره دي انا وجهه نظري متحامل عليه شويه. لا والله مش متحامل، بس عندي وجهه نظر على كابتن محمد يحيى كمان، وخلينا ساكتين. لا خالص عاجبك كابتن محمد حبيبي. لا لا ما اقدرش. ماشي حاجه بسيطه كده، لكن انا عندي وجهه نظر شايفها، يعني ان احنا بدانا الماتش غلط. احنا بدانا غلط بالظبط، وجهه نظري طبعا. واللي انا اقوله ده مش تقليل من حد او ان انا بنتقص من قدرات لاعب او حاجه، لكن هي وجهات نظر وهي طرق لعب. احنا لما قلنا على روسيا وبيلاروسيا ان وجود احمد الاحمر مهم جدا في بدايه المباراه، وده كان ذكاء من باروندو. انا للاسف ما توقعتش ان هو يقع في الفخ ده، ان هو يبدا تاني باحمد الاحمر في مباراه زي مباراه سلوفينيا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ماتش السويد دول مدافعين كواليتي او جوده عاليه، اللعب الفردي ما ينفعش معاهم، يحصل عطل على طول في الهجوم. صحيح. وده اللي حصل، وجريوا علينا، اديناهم الفرصه انهم يجروا علينا بالفشل الهجومي. الفشل الهجومي بيجي ازاي؟ ان اللعب يقلب من لعب جماعي للعب فردي. لعب فردي هم واحد على واحد اقوى، جوده عاليه، مستحيل تكسب المباريات الفرديه اللي هي واحد على واحد اللي احمد بيخش وسط احمد مميز فيها. بالزبط. واحنا عطلنا فعلا في اول 10 دقائق الفتره. ده مش انتقاص من قدرات احمد الاحمر، لا طبعا احمد الاحمر لعيب كبير ومفيش اثنين يختلفوا عليه. صحيح. انا مش قصدي ان هو ما يلعب، لا، بس هي كل مباراه ليها طريقه لعب. أيوة. وليها عناصرها المناسبه ليها، وده حصل اول ما يحيى خالد نزل وعلي زين نزل في وجود الدرع يحيى. بدا التحول وبدانا نخش جوه المباراه. احنا الماتش كان بدا 2-0 او 3-0 4-1 في فشل هجومي، هو مش فشل دفاعي عندنا قد ما هو فشل لقوه حارس المرمى كمان. احنا يعني احنا كنا شايفين كمان تالق حارس المرمى بشكل اكتر من احنا اللي دخلناهم في المباراه. ده وجهه نظري. انت لو انا مباراه زي دي مصيريه يعني، انا الماتش ده يدخلني جوه البطوله يخرجني. صحيح. لازم ابدا باقوى حاجه عندي. ايه اقوى حاجه عندي؟ ايه التشكيل القوي اللي عندي؟ وجهه نظري طبعا يحيى خالد في الفرايت باك بالذات مع طريقه دفاع قويه زي دي. يحيى الدرع طريقه برضو، خلي بالك اقوى فرقه عندك او اقوى مجموعه عندك تتناسب مع امكانيات الفرقه اللي بتلعبها. بالظبط. بالاضافه ان الفرقه بتاعت سلوفينيا مميزه في الموجه الثانيه او الفاست بريك، كنا اتكلمنا على كده برضو في الحلقه اللي فاتت. فالموجه الثانيه بتاعتهم تنجح امتى؟ لو انت فشلت في الهجوم. صحيح. وحصل عندك تغيير من المهاجمين للمدافعين. احمد الاحمر لعيب مميز جدا هجوميا، لكن دفاعيا غير مميز، فبتضطر ان انت تغيره، فبيبقى عندك ثغره في الرجوع. لكن يحيى خالد مميز دفاعيا وهجوميا هيرجع في مكانه، علي زين مميز هجوميا ودفاعيا هيرجع في مكانه، يحيى الدرع مميز هجوميا ودفاعيا هيرجع في مكانه. فانت حتى لو فشلت هجوميا
في الهجوم المنظم هتصد بس الكاونت الفاست بريك الموجه الثانيه او الفاست بريك هتقدر ترجع وتبقى منظم وتقفل الحته دي. مين اقوى اثنين بيدافعوا في النص؟ علي زين ومصري. فكان وجود علي زين برضو في بدايه المباراه وجهه نظري كان مهم جدا جدا ان انت تبدا تخش في المباراه بدري. احنا بدانا متاخر ربع ساعه بس يا كابتن. خلي بالك دايما وزي ماتشات الكوره دايما وارد جدا ان المدير الفني بيكون ليه فيجن معين بيحط تشكيل على اساسه، لكن الاهم من كده انك بترجع وتقرا الملعب كويس وبتبدا تعدل دوت. فده اعتقد برضو من الاشياء المهمه كابتن. انا الجزئيه دي عايز برضو يعني طبعا كلام كابتن محمد فعلا محترم جدا وفني طبعا بحت. يعني عايز اضيف بس جزئيه وبرضو في نفس الوقت باخد راي كابتن محمد فيها. يعني بالنسبه لاحمد الاحمر في بدايته يمكن ممكن تكون القرعه ما خدمتوش. لو تلاحظ في كل المباريات خد الملعب اللي على اليمين وكان بيخلي سيف الدرع يبدا مكان بكار عشان يرجع احمد الاحمر يدافع على الوينجر بتاخد بالظبط. فممكن تكون القرعه ما خدمتوش. انا بتخيل ده. انا طبعا ما كنتش موجود داخل الكلام ده بس بتخيل ان بدايه احمد الاحمر يمكن هو خد الملعب الاتجاه ناحيه الشمال الاول لاحمد الاحمر قريب من التغيير تمام. طيب الشوط الثاني هيبقى احمد الاحمر بعيد فمش هيقدر يعمل التغيير. احمد الاحمر طبعا قيمه وقامه كبيره ولكن مش هيقدر يلعب ال 60 دقيقه بالاحتكاك القوي والالتحامات القويه دي. وكان بيغير بيعمل تغييره بيطلع احمد الاحمر وينزل يحيى خالد لان يحيى خالد اميز دفاعيا زي ما بيتكلم كابتن محمد وده حقيقي. كان بيدافع مكانه في اثنين ولكن في جزئيه برضو مهمه جدا جدا لازم نقول عليها وكنا اتكلمنا فيها هنا. يمكن احنا حتى كنا مستغربين ليه ما بيجريش فاست بريك. انت حضرتك لو تلاحظ مباراه سلوفينيا بيجري فاست بريك من البدايه تشكيله حاطط بكار الاول مكان سيف الدرع حاطط السرعات اللي هو يجري في الاول. ليه بيعمل ده؟ لان سلوفينيا عندها تغييره في الدفاع بيعملها بيطلع لاعب البلاي ميكر وبينزل بالظبط طلع اللي هو زرابيتش بيطلعه بينزل مدافع قوي جدا في ثلاثة. هو ابتدى يجري عليه الفاست بريك عشان خاطر حاجه من الاثنين، يا اما يستفيد من فاست بريك يا اما يجبره ما يغيرش التغييره دي عشان يبقى دفاعه اقل. وحتى لو رجع ما غيرش بيحصل الموجه الثالثه اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، عدم انتظام سريع لمدافعين سلوفينيا فيقدر يجيب جون سريع وده اللي استغله الدرع في كوره يحيى خالد في كورتين فاكتر من كوره ده حصل. المباراه دي جيري فاست بريك كان بيجري عشان يستغل سواء فاست سنتر سواء الفاست بريك عشان يستفيد عشان من التغييره دي عشان المدافع المميز ما لحقش يخش بالظبط ولو دخل ما بقاش في انتظام سريع وهي دي الموجه الثالثه ما فيش انتظام سريع في استمراريه الهجمه يقدر يجيب هدف سهل شويه. طيب الحمد لله وعدت واصبح منتخب مصر خلاص متاهل في المركز الثاني في المجموعه وهيقابل فريق قوي جدا جدا وصاحب خبرات وبطل عالم يعني فريق الدنمارك. كابتن محمد ابراهيم ايه اللي منتخب مصر محتاجه علشان يعني يقدر ينافس ويقدر يعدي المباراة المهمة دي أمام الدنمارك؟ هو مبدئياً الدنمارك طبعاً منتخب ولا كلمة يعني منتخب كلاس A طبعاً في أوروبا وبطل العالم لكن هو جاي ناقص في عدد اللعيبة بتاعته طبعاً ده ما نقدرش ننكره. هو مدجج بالنجوم لكن برضو عنده اثنين أو ثلاثة من اللعيبة الأساسية بتاعته. يعني هو في لعيب اسمه لوجي ده جاله رباط صليبي قبل البطولة ده من أجمد لعيبة في العالم بعرف فيسبر من المجري. في توفت هانسن ده لاعب دايره على اعلى مستوى برضو اتصاب قبل البطوله فما جاش. في حاليا هانسن بقاله ماتشين ما بيلعبش ده نجم العالم يعني او زي ده كريستيانو رونالدو الهاندبول يعني ده بقاله ماتشين ما بيلعبش وفي علامات استفهام كتير حول الموضوع ده. بقاله ماتشين بره القايمه مايكل هانسن بالظبط ميكيل هانسن هو حاليا في هاله من الغموض حواليه بقاله ماتشين بره القايمه رغم ان هو سليم ويعني موجود محدش عارف هو ده اللي احنا اللي الناس كلها بتتكلم حتى المدرب لا اكيد بيتسال في مؤتمر صحفي ليه ما لعبش. هو مكتمين جدا ومعتمين جدا على الموضوع ده ومفيش اي اخبار بتقال كل اللي اتقال عنه انه عنده مرض شايلون اللي تقيل ربنا بالاضافه النهارده لندن في مباراته مع كرواتيا خرج مصاب وده يعني نوير كره اليد ده حاجه مرعبه يعني بس البديل برضو مش بعيد مولر مش بعيد مولر لكن برضو على مستوى عالي برضو. فهو طبعا منتخب الدنمارك منتخب قوي جدا لكن في ظل عدم وجود العناصر دي انا شايف المباراه في الملعب واحنا قادرين ان شاء الله ربع ذهب يعني وليه لا يعني احنا عملنا الصعب او عملنا او المباراه اللي فاتت كان فيها ستريس جامد جدا ان انت عايز ما تقلش عن اللي انت عملته السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت فانت كان الهدف التارجت بتاعك الرئيسي ان انا اخش جوه الثمانيه الكبار فالستريس خلاص اتشال. انت نازل تلعب مباراه بتحلم مفيش ستريس مفيش ضغوط بتلعب بطل عالم فانا وجهه نظري ان منتخب مصر هيعمل مباراه افضل من المباراه اللي عملها قدام سلوفينيا انه بيلعب بدون ضغوط بيلعب نجوم العالم ف
فهينزل يستمتع، ده رقم واحد، وده بيشيل ضغوط من عليهم مثلا بنسبه 100%. فليه لا؟ ليه ما نكسبش؟ ودايما الضغوط لما بتترفع الامكانيات بتظهر اكتر يعني. استمتع. والتالق حتى التالق بيدي عندك فرصه للعيبه تالق. لكن خلينا نتكلم برضو على مفاجآت كاس العالم، ومش بعيد ان شاء الله نعمل مفاجاه. شايفين الارجنتين اقصى كرواتيا يعني، او كسب كرواتيا في مباراه اعتقد كانت هتكتب في التاريخ ان منتخب الارجنتين بيقصي احد الفرق العالميه. هل ممكن ان شاء الله باذن الله كابتن محمد ابراهيم بيتكلم على الضغوط لما بتترفع بتبدا المعنويات يعني، ممكن جدا يكون ان شاء الله دي بالنسبه لنا حوافز كمان، احنا شفنا فريق زي الارجنتين بيكسب كرواتيا يكون حافز لينا. هو بالتاكيد هيبقى حافز، وانا برضو ليا وجهه نظر في الجزئيه دي. طول ما الضغوط شامل عليك اي منتخب او اي فريق ليه عوامل نجاح وفي مقومات للنجاح. طيب. كل العوامل النجاح متوفره للمنتخب المصري في الفتره اللي فاتت، سواء دعم من كل الجهات، سواء جمهور، اللاعبين لما اتشمع عليهم الضغط ده، وده اللي بان في زي ما بقول لحضرتك في المباراه اللي فاتت لما لعب بدون ضغط ودخل جوه المباراه، اللعيبه دي زادت ثقه عاليه جدا. الناس بتلعب باريحيه عاليه، هتقدر تشتغل. القصه بقى الاهم ان انت مقاومات، انا زي ما احنا بنتكلم بنقول منتخب الدنمارك منتخب عالي جدا، منتخب عالمي، بطل عالم، الكلام ده كله تمام. مقاوماته حراسه طبعا على اعلى مستوى، عنده اجنحه كويسه، عنده خط خلفي كويس، عنده حلول. نفس الجزئيه دي لو جينا اتكلمنا فيها احنا، ما احنا نمتلك في منتخب مصر الكلام ده كله، يعني عندنا حراسه عاليه جدا، عندنا خط خلفي بالظبط، عندنا مدير فني قوي. فانا اتوقع يعني يا رب اتمنى يعني المباراه امبارح كان من عندك انت يعني بالظبط يعني كمان سنه 93 افتكر في بطوله العالم للشباب اللي خدناها هنا في مصر كان فرقه الدنمارك ساعتها فريق مرعب يعني، احنا حتى ما كنا بنسمع اسم الدنمارك بس في البطوله كان مرعب. عايز اقول لحضرتك المنتخب المصري كسب نهائي البطوله باريحيه تامه، عمل مباراه عاليه جدا، واتمنى ان احنا ان شاء الله نحقق ده في المباراه اللي جايه. لاي مدى ممكن مصر يعني نعملها كمنتخب؟ انا اتوقع بنسبه 80% ان شاء الله. 80%. رقم ابراهيم رقم كبير، هو رقم كبير. خلينا نطمح كابتن محمد ابراهيم من الرقم مش عاجبه. لا بس استنى طبعا هو بس خلينا بس رايي 50-50 يعني 50-50. ده على فكره انك بتلعب بطل العالم 50-50 شيء طبيعي. ده شيء جيد يعني. عايز اخد راي حضراتكم يعني، كان في مقاله كده بتقول الفروقات مش كبيره قوي، عايز اخد يا راي حضراتكم بعض الارقام يعني بالنسبه لمنتخب الدنمارك ومصر. على سبيل المثال سجل المنتخب الدنماركي خلال البطوله 170 هدف من اجمالي 231 تصويبه، في حين ان سجل مصر 184 هدف من 268 تصويبه. الارقام دي نخرج منها بحاجه ان احنا فعلا على المستوى الهجومي مش بعيد قوي، ان الفروقات حتى على المستوى الهجومي يمكن احنا قريبين، كمان على مستوى مثلا رميات الجزاء احنا كمان متفوقين. الارقام ديت لما بتتقال للاعيبتنا ممكن تقول ليه لا، احنا مش وحش يعني، الفروقات مش بعيده. كابتن هي فعلا. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل. لا اتفضل. دورك كابتن محمد. هو لا حضرتك زي ما انت يعني لو حضرتك رجعنا تاني للنسبه او الارقام اللي حضرتك قلتها هنلاقي ان هنرجع تاني لنسبه نتكلم في نفس الكلمه الكواليتي او الجوده، ان هنلاقي الدنمارك نسبتهم عاليه. ده رجع لايه؟ رجع لان هم الجوده بتاعت اللعيب عاليه، كل لعيب. طب قول لنا الجوده الدفاعيه افضل ولا الهجوميه؟ يعني الدنمارك لما يعني نيجي نتكلم من الدنمارك دفاعيا اقوى ولا هجوميا عشان نبدا نفهم برضو يعني، ولا دفاعيا وهجوميا؟ هو بطل عالم كابتن هاني يعني، يعني هو متفوق في الناحيه. مش هيعرف يهاجم لو ما دافعش. الهاند بول دايما نقولها لعبه دفاعيه، انت لو ما دافعتش مش تكسب، لو جونك ما صدش مش تكسب. غير لما يعني اي دايما كانوا يعلمونا كده واحنا صغيرين، اي حد ممكن يعرف يجيب جول لكن مش اي حد يعرف يدافع. يعني الدفاع اهم جدا جدا من العمليه. هي منظومه كامله، ما هو انت لو ما دافعتش مش هتعرف تجري فاست بريك. طب ما جريتش فاست بريك مش هتعرف تلعب منظم. ما هو انت ممكن تجري يعني دافعت هتجري فاست بريك ما نجحتش هيبقى عندك منظم. طب لو هي من الاساس ما كملتش ما دافعتش خلاص. عشان كده بتتكلم على التيم كله. بالظبط. هي منظومه بالظبط. حراسه المرمى والدفاع هم عندهم حارس مرمى مميز. عندهم حارس مرمى وعندهم دفاع عالي. ده مش معناه ان العمليه مستحيله، بالعكس انا قلت 50-50 لسبب ان اولا الدنمارك فقده عنصر او عنصرين من اللعيبه الجامده جدا عندهم، ان هم فعلا لو كانوا موجودين كنا ساعتها هنقول الموضوع مثلا 70-30 يعني 70 للدنمارك 30 لينا. لكن انا شايف ان عدم وجود العناصر دي بالاضافه لعدم جاهزيه المنتخب كمنتخب كامل مع بعض
ان الظروف بتاعت الكورونا وان هم كان في فاينل فور قبل او نهائي بطوله اوروبا قبل البطوله باسبوعين ثلاثه، كل دي عوامل كانت في صالحنا. ممكن نكون احنا المنتخب الوحيد الجاهز اللي عسكر حوالي شهرين او حاجه مع بعض يعني في ظل الظروف دي هو منتخب مصر. فانا شايف ان الموضوع مش صعب، لا احنا كويسين وعندنا عناصر عاليه جدا وعاملين بطوله ولا اروع. بنتكلم على محمد سند، حتى محمد ممدوح بغض النظر عن اخر مباراه، لا هو لعيب عامل بطوله كويسه. علي زين، الدرع الاحمر، يحيى خالد، اتمنى ان شاء الله ان احنا ناحيه الليفت تخش في الموضوع الوينج ليفت ان شاء الله. بكر لعيب هايل وعلى مستوى عالي، مش معنى انه غير موفق ان هو مش لعيب كويس، لا عادي وارد وارد ليه المباراه الجايه دخل في البطوله وكسر الدنيا ان شاء الله. طب انت انا توترت، انا نفسي توترت من دلوقتي. عايزين نخرج مباراه قويه، عايزين نخرج من التوتر ده شويه بعد اذنكم. لو نخرج من التوتر ده ونتكلم على التحكيم ومستوى قبل التحكيم لا مش فاصل فيه كمان تقرير مهم جدا برضو ناخد راي حضراتكم فيه. قولولي بعيد عن التوتر لان انا من دلوقتي تتوتر. فنخرج بره التوتر الفني ونروح كمان لازاي لعيبه المنتخبات يعني بيشكروا في التنظيم الرائع لمصر لهذه البطوله الكبيره، ازاي كمان الاجواء وهم بيتكلموا فخورين ان هم موجودين في مصر والتنظيم الرائع لمصر من خلال تقرير لاعبي منتخبات اليد منتخبات العالم لكره اليد. نشوفه ونرجع مع ضيوفنا الكرام. Hello. Olá. 저는 대한민국 국가대표. My name is Thomas Eichberger. I play as a goalkeeper for the Austrian national team. I'm Piotr Krapkowski, captain for the Polish national handball team. Nicolas Fabra. I'm the captain of the Uruguayan national handball team. Eu sou Henrique Teixeira, central e capitão da seleção brasileira. Sou Emil Forsman, forward da seleção de Chile. Én estou muito contente aqui na equipa. Miklár Roland vagyok, a magyar válogatott kapusa és csapatkapitánya. Sou Raul Interdios, capitão de la selección española de balonmano. Estamos disputando este campeonato extraordinario. Tenemos muchas ganas de ir a Egipto. I think Egypt is a beautiful country with beautiful weather. I'm very happy to be to know Egypt, incredible country, incredible culture. 주장 이병주라고 합니다. 이번 이집트 세계 대회에 있어서 제 Egypt is a nice country. All the people are very nice and I'm very happy to be here. Jogo no CSM Bucarest e queria agradecer aí todo o povo do Egito pela grande competição organizada, pela estrutura. Sosztizanám a magyaroknak, hogy szurkoljatok nekünk még egy lépcsővel tovább tudtunk lépni az álmaink felé. Sabemos que es un campeonato difícil por toda la situación que hay por el COVID, pero seguimos avanzando y esperemos que todo termine. They have really nice things here. They have the pyramids. They have really nice people. Nice, always smiling. 좋은 경험을 했고 여러 나라 사람들과 몸을 부딪히면서 땀을 흘리고. It's very nice the people who treat me. And it's great Vulcan. Úgyhogy otthonról is küldjétek nekünk az erőt, hajrá magyarok. And I hope Egypt will go to quarterfinal. And I hope we meet somewhere in this game in this first three places. E desde o Brasil, um grande beijo para vocês. Welcome to Egypt. منتخبات المشاركة طبعا مبسوطة باللي بيحصل، مبسوطة بالتنظيم والأداء الرائع. كنا بنتكلم في ده بشكل تفصيلي أكتر طبعا مع ضيفنا اللي كان بيشرفنا امبارح أستاذ ممدوح الششتاوي. بس رأيكم أنتم يعني قريبين كمان من الحدث ولعيبة سابقين، شايفين الكلام اللي جه على لسان اللعيبة اللي بتشارك النهاردة من منتخبات أخرى إزاي كابتن محمد؟ هو بصراحة كل المشاركين في بطولة العالم كله بيشيد بالتنظيم وبصورة كبيرة جدا جدا جدا. يمكن انا جات لي معلومة كده عرفت ان في بعض المنتخبات عايزة تمد اقامتها بعد انتهاء بطولة العالم عشان يقعدوا في مصر، لان زي ما انت حضرتك عارف كل المنتخبات بيتحركوا بالظبط. بيتحركوا داخل الفقاعة الطبية، فعايزين يقعدوا يشوفوا مصر ويزوروا آثار ويخرجوا. ففعلا الواحد اتبسط فعلا وفخور بالكلام ده كله، ازاي بتنقل للعالم كله الصورة دي، ازاي التحدي اللي نجحنا فيه. يمكن حتى كان في كل طبعا الشعب المصري بيتمنى ان هم يفتحوا للجمهور شويه في دور الثمانيه، ولكن هي هتفرق كتير جدا. بس خلينا نتكلم بمنطقيه شويه. انا النهارده البطوله لغايه دلوقتي وان شاء الله تكمل على خير،
تنظيميا والبطوله ناجحه جدا 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 جدا، فانا ما اقدرش العب على الريسك تاني ان انا ادخل ولا قدر الله يحصل حاجه في اخر ايام في البطوله تبوظ كل المجهود، تبوظ كل المجهود اللي حصل. فلكن لغايه وقتنا هذا كل العالم بيشيد بالتنظيم وحتى بالاستضافه بتاعت الناس والمعامله والكلام ده كله، بصراحه مقدمين رساله كبيره جدا جدا رسالة خلال كله. كابتن محمد خلال البطوله، وكمان ده بينعكس لبعد البطوله بدليل ان في فرق عايزه تقعد كمان بعد البطوله وتخرج من الفقاعه الطبيه، ده كمان دليل ان هم عندهم اطمئنان كامل للاجراءات الاحترازيه في مصر، وان مصر عملت حاجه اعتقد انها هتبقى يعني للتاريخ، يعني اعتقد في الظروف ديت اللي احنا بنمر بيها وان مصر بتعمل هذه البطوله بهذا الانجاز وهذا التنظيم يا رب يستمر للنهايه، اعتقد ده كمان شيء ايجابي بنخرج بيه، غير طبعا ان شاء الله باذن الله التوفيق على المستوى الفني يعني. ان شاء الله طبعا. هو بص يا كابتن هاني وحضرتك اكيد سافرت بره وعارف الموضوع ده، احنا شعب حميمي يعني، احنا شعب صحيح. اي حد يتعامل معانا عن قرب عندنا عاطفه، بنحب نضيف الناس ده بغض النظر عن التنظيم اللي ما فيهوش ولا كلمه يعني، الناس كمان بتحب الاتيتيود بتاعنا او التصرفات بتاعنا، تحس انه فيها حميميه، فاي حد يتعامل مع الشعب المصري بره مصر بيحبوا يتعاملوا معانا. احنا لما كنا نسافر مع المنتخب ويبقى معانا اي جايد او اي حاجه كان بيرتبط بينا جدا صحيح. لان احنا بيلاقي قعدتنا ظريفه، بنهزر بنضحك، واخدين الموضوع بان احنا اسره، المواضيع دي هم مفتقدينها وهم ما عندهمش نفس الروح دي، فهم جم عاشوا الجو ده في مصر انا متاكد يعني. انا مش في الحدث طبعا ان الناس دي مقفول عليها، لكن انا عارف الناس في الاوتيلات هتتعامل الناس ازاي، في النقل، في جوه الصالات جوه، فهو ده انا متاكد ان الصوره دي وصلت للناس وان احنا نجحنا لحد دلوقتي، انا شايف نجاح باهر وبيثبت لكل المشككين ان احنا قادرين على ان احنا نعمل اي حاجه، وحاجه مفخره وشرف لينا كلنا أكيد. بصراحه أكيد. أكيد. كنا بنتكلم قبل عرض التقرير ده عن مستوى التحكيم في البطوله لحد دلوقتي، احنا شفنا اكتر من لاعب، انا شفت امبارح يعني احمد الاحمر اتقطع التيشيرت بتاعه وموضوع الدم ده، واكتر من لاعب بالحقيقه اتعرض لقطع التيشيرت بتاعه، ما شفناش اي ردة فعل من قبل التحكيم. اداء التحكيم عشان نفهم اكتر يعني، تقربونا اكتر من مستوى التحكيمي لحد دلوقتي في البطوله كابتن. هو المستوى التحكيمي انا شايف ان هو ماشي بصوره جيده برضه، لو جينا اتكلمنا جيده ما فيهاش اخطاء تمام. كتير يعني بالظبط، ماشيين كويس. ثواني بس قبل ما تكمل، موافق جدا موافق جدا اتفضل يعني. انا شايف التحكيم لحد دلوقتي بيرفكت يعني، نعرف بيرفكت ليه بس ماشيين كويس جدا. بحث في اعتراض ولا لا 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 بس لا واحنا لا 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 يجاوب بطريقته قبل ما يجاوب بكلام يعني بلسانه. أنا بشوف الطريقه فبسال، فعشان كده يعني ايه مش عامل حاجه ولا حاجه. حضرتك خدت بالك من الاول كمان ان هو حضرتك بتديله محمد ابراهيم هو كان بيجاوب على السؤال جواه يعني اجابه عايزه تطلع. فانا شايف ان هو ماشي بصوره جيده. حته الدم والالتحامات والكلام ده كله دايما اتعودنا برضو في كره اليد بالذات يقول لك ايه، عود الحكم على رتم لعبك او اسلوب لعبك من الاول. هو لما المباراه فيها احتكاك كتير من الاول هو بيلتزم، مش بيقول بيلتزم، هو ما بيتردش او ما بيحكمش فير يعني، ولكن خلاص بياخد طابع ان في طابع الشراسه شويه في المباراه. احنا لو جينا لماتش سلوفينيا هم مطرودين بيلعبوا ناقصين 12 دقيقه من المباراه، يعني بيلعبوا 12 دقيقه مطرود ست مرات دقيقتين يعني اتطرد ست مرات، ده رقم كبير، رقم كبير طبعا، رقم كبير، بيلعب 12 دقيقه ناقص طبعًا. وده يمكن اللي احنا مش عايز اخرج موضوع التحكيم بس ده هو ده اللي ساعدنا شويه ماتش سلوفينيا وقدرنا نستغل ده صحيح. انت ممكن تتطرد برده ما استغلوه بس استغلنا ده. فطبعا التحكيم قصه تشيرت طبيعي ان يبقى فيه شد في الهاندبول، في شد في التحامات، فطبيعي قطع التشيرت ده ما اتطردش عليه المره الثانيه، لكن في كذا مره اتطردوا عليها، لكن ده شيء طبيعي يعني، التحامات والقوه والشراسه دايما، حتى تعودنا واحنا بنلعب يقول لك اللاعب الهاندبول لو ما لعبش وهو مصاب وهو مغبوط وهو عنده كدمه يبقى لعيب مش كويس، لان هي لعبتنا لعبه قوه، لعبتنا لعبه التحامات. فانا شايف بصراحه التحكيم ماشي كويس. طبعا محمد ابراهيم عايز يقول حاجه. لا انت قلت لي ده اصل حاجه مرتبطه برده بالكوره في نفس السكه. بيقول لك اللعيب اللي الشورت بتاعه ما يتوسخش يبقى مش لعيب كوره، بالظبط كده، اللي ما بيعملش تاكلينج واللي بالزبط. بيقوم ويتبهدل ويبقى طالع الفانيلا متبهدله صح. يبقى ده ما يبقى لعيب بيلعب بشكل سكه لعيب شيكا فهي لا ماشيين ده ليه ارتباط بالمدرسه نفسها. احنا عارفين الحكام كانوا من المانيا، هل الحكام بتاخد مدرستها معاها الدوري الالماني دوري طف وشديد وبتاع، فبالتالي بالنسبه له الاحتكاكات الصغيره ديت بتبقى امور طبيعيه طبعا
ده حضرتك طبعا يعني نقطة مهمة جدا، وزي ما حضرتك بتقول الحكم من البداية زي ما اللعيب بيفرض طريقة لعب، حكم كان بيفرض شخصيته أو بيفرض الطريقة اللي هو عاوزها. في حكم من أول التحام أو عنف في اللعب ممكن يبدأ ينذر، بعد ما ينذر يطلع دقيقتين. وفي حكم زي المدرسة الألمانية، الدوري الألماني بالبلدي كده، مفرمة اتحنوا في بعض. بالظبط، هي فعلا أي كونتاكت شرعي، يعني مثلا واحد طلع شاط وواحد خبط وخبطة قدامه، عادي ممكن تمشي قدام ايديه ماشي، ايديه شاطت الكورة، زقه في صدرك في كتفك في الحاجات دي بعيد عن ايدك، خلاص انت شوت خدت فرصتك، ما جاتش جون يبقى مش فاول. شد التيشيرت قدام، هي من قدام مش من ورا، شايفها حاجه شرعيه. حتى لو اتقطعت عادي. انا شايف ده قدام وكل ده شيء طبيعي عادي جدا. يعني انت شفت الشراسه اللي تم التعامل بيها امبارح مع المنتخب كانت طبيعيه، شرعي جدا عشان بس نفهم. لا لا شيء طبيعي، شرعي. حكام الالمان والحكام الالمان خلي بالك زيها زي الكوره يعني، خلي بالك. احنا عايزين نطلع لفاصل، نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل مع الكباتن الكبار ومنتخبنا في كره اليد الى الان. اتفضل. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبنجومنا الكابتن محمد يحيى والكابتن محمد إبراهيم معانا، وكنا بنتكلم يمكن قبل الفاصل على إنشاء دور الثمانية، والنهاردة كان فيه مباريات حاسمة، وبالتالي الثمانية الكبار خلاص أعلنوا بشكل رسمي، وكمان مباريات دور الثمانية. عايزين نعرف من حضرتك مين الثمانية اللي وصلوا والمباريات المنتظرة في دور الثمانية. هو النهاردة طبعا كان فيه مباراة هي مهمة طبعا، بس تحصيل حاصل يعني، كان على الأول مركز أول والتاني في المجموعة الأولى أسبانيا والمجر، فازت أسبانيا، بقت أسبانيا أول والمجر تاني. طبعا كان في هم حاسمين من الأول يعني، هم محسومين إن هم الاتنين صاعدين دور الثمانية، بس مين هيطلع أول مجموعة ومين تاني مجموعة. فكسبت أسبانيا، كان في ماتش ما بين قطر والأرجنتين، وقطر كسبت ووصلت. كان فيها رومونتادا دي، ها بالظبط، كان ماتش مهم جدا جدا، ودي صعدت. فكده صعد هيتقابل أسبانيا مع النرويج في دور الثمانية، أسبانيا والنرويج، ده ماتش هيبقى قوي جدا. المجر وفرنسا، الله، ده مباراة. الدنمارك ومصر والسويد وقطر. دول دور الثمانية. عايزين نعرف اهم يعني كابتن محمد ابراهيم من دور الثمانيه والمباريات، انت شايف، انت بتقول تكسير عظام يعني، كل الماتشات تكسير عظام، اضعافهم المباراه الاخيره قطر يمكن ولا برضو كله تكسير عظام يعني دور الثمانيه. ما بالعكس، انا ناس كتير مرشحه السويد في الماتش ده، انا من الناس اللي مرشحه قطر فعلا والله. يعني انا عندي ثقه في المدرب بتاعهم مش طبيعي، مدرب عالمي، ومن يعني هو راجل عنده قدره انه يصنع من انصاف لاعبين. يعني احنا بنتكلم من 5 سنين او من 6 سنين قطر ما كانتش موجوده على الخريطه فعلا. منتخب جاب لعيبه من حدش يعرف اسمع عنهم ولا حاجه. اسبانيا هتلعب النرويج اعتقد، ها بالظبط، اسبانيا مع النرويج، وفرنسا مع المجر، وقطر مع السويد، ومصر مع الدنمارك. فانا الراجل ده انا بثق في تحضيره للمباراه، بثق في اختياراته، بثق في ادارته للمباراه. فشايف ان الماتش في ملعب والسويد ما هياش زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت، هي فريق قوي ومدرسه قويه، لكن مش الفريق المرعب. مش الدنمارك، مش النرويج يعني، ومش المجر وفرنسا حتى. هي اضعف، انا وجهه نظري اضعف فرقه هي ويعني قطر، هم اضعف فرقتين في دور الثمانيه، لكن الست فرق التانيين ومنهم مصر هم اقوى فعلا فرق تستحق انها توصل، ومعاهم البرتغال من الفرق اللي خرجت برضه. انا كنت فاهمه من احاديث سابقه لما اتكلمنا مع حضراتكم هنا ان طريقه اللعب حتى بالنسبه لحراسه المرمى بتختلف من يعني على حسب المنتخب اللي احنا بنواجهه. فالنهارده مثلا هنداوي ينفع النهارده، طيار امبارح طبعا تالق امبارح امام سلوفينيا، فشكل الطيار يلاعب ضد سلوفينيا. هنداوي مثلا مع منتخب اخر، شايفين مع الدنمارك هنداوي ولا الطيار ولا في؟ طيب ده سؤال مهم جدا، لان ده من ضمن الحاجات اللي كنا بنفكر فيها، ويمكن اتكلمنا فيها هنا على هنداوي والطيار. انا من وجهه نظري كان دايما الطيار زي ما كنا بنقول، التصويبات من خارج 9 امتار، هنداوي مميز قوي في الانفرادات والتصويب من على 6 امتار. ولو جينا بصينا لاحصائياتهم في ماتش سلوفينيا هتلاقيها هي نفس الاحصائيات اللي بنتكلم عليها. يعني هتلاقي الطيار نسبته 50% في التصويب من خارج 9 امتار، وفي توقيت معين صد كورتين من الباك ليفت ومن البلاي ميكر زرابيتش، صد كورتين في توقيت مهم جدا من خارج 9 امتار. كريم هنداوي كان نسبته 50%، متشاط عليه 10 كرات، صدت 5
كور ونسبته 50%. لو جينا لكريم هنداوي بنفس برضو ستايل اللعب اللي احنا قلنا عليه هتلاقي الشوط الاولاني كانوا هيفرقوا علينا كتير. كريم هنداوي صادد من على الستة متر انفراد وصادد من على الفيرود برضو من على الستة متر ودول ما خلاش المنتخب السلوفيني يبعد يعني؟ او على الستة متر اللي على الدايرة ما خلاش المنتخب السلوفيني يبعد برضو نسبة تصديه 33% من على الستة امتار ودي نسبة عالية طبعاً. و50% في الانفراد متشاط عليه كورتين صد الكرة الانفراد اللي جات عليه فهنا طيب هنيجي نقول طب مين افضل يخش المباراة زي ما احنا اتكلمنا هم مميزين بكل حاجة انا بقول هم الاثنين هو يعني هنا بقى مدرب الحراس من البداية يوقف وانا يهيئ لي هيبدا بكريم هنداوي الاعلى خبرات في مباريات زي دي طبعا ده مش تقليل من عصابة الطيار عامل بطولة ولا اروع هيبدا بهنداوي في الدنمارك هيبدا بهنداوي ده توقعاتي هيبدا بهنداوي لانه يمتلك الخبرات الاعلى لان احنا لو جينا حسبناها مين يتناسب زي ما اتكلمنا الدنمارك بتمتلك امكانيات عالية سواء خط امامي او خط خلفي وعندها حلول عندهم التصويب من خارج 9 امتار زي ما بيقول كابتن محمد مدفعجيه بيشوطوا من بدايه جد عندهم لاعب لسه طالع باك رايت شاب يعني 21 سنه اسمه جيتزل واخد 4 مرات مان اوف ذا ماتش في من 5 ماتشات وفي الرانكينج مصنف من هدافين الدنمارك لعيب هي اختراقات شوط من بره فهم بالظبط يمتلك كل الامكانيات دي او دي فيهيئ لي في مباراه الدنمارك هتبقى هيبدا كريم هنداوي ان شاء الله يكون موفق اعلى خبرات والطيار طبعا هيبقى جاهز طبعا في اي وقت ودي تبقى هترجع لمدرب حراس المرمى يعني. كابتن ابراهيم دايما في تعليقاتك بتركز جدا على المدير الفني كنت راضي عن وجود الطيار في المباراه الاخيره امام سلوفينيا طبعا توقيت مناسب جدا وزي ما كابتن محمد قال هو هنداوي كان موجود فعلا في التوقيت المناسب اللي هو قدر يحافظ على ان الجاب ما توسعش بيننا وبين سلوفينيا في بدايه المباراه وهو نجح فعلا في كده وده توفيق ربنا وطبعا هنداوي جون على مستوى عالي والطيار لما نزل او عصام لما نزل في الشوط الثاني فعلا هم في التوقيت ده كنا بدانا هجومنا يرجع تاني ينتظم فما بقاش الجري علينا فاست بريك فبقى اللعب هجوم منظم اكتر وهم بيعتمدوا على التصويب من الخارج فهي اداره جيده جدا من المدير الفني انا انتقادي ليه كان في بدايته للمباراه لكن هو طبعا راجل شكلك يعني بتحب المدرسة الأسبانية لأنك معجب بمدربنا ومدرب كمان قطر وكنا بنتناقش معاكم كمان كان في بعض الانتقادات على مديرنا الفني في الانفراد التام يمكن كنا بنتكلم على كان في انفراد وكان ناقص 5 في مباراة سلوفينيا كان ناقص 25 ثانية وكان منفرد أعتقد يحيى الدرع وكان الفرق هيبقى 2 في الوقت ده عمل تايم اوت وناس اللي انتقدته قالت طب تايم اوت ليه واحنا كنا قريبين جدا وانفراد ممكن يبقى فرق 2 وكنا ضمننا المباراه حضراتكم كان ليكم راي تاني بص انا من وجهه نظري في النقطه دي بالذات هو تايم اوت في توقيته مهم جدا 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 وليه هقول لحضرتك كده طبيعي المدير الفني في اخر توقيت كسبان فرق 1 وفاضل دقيقه اول ما الهجمه كنا مستحوذين على الهجمه كان فاضل دقيقه طبيعي ان انا همشي بالوقت من 30 من 25 ل 35 ثانيه واخد التايم اوت بتاعي في ال 25 ثانيه الاخيره او الشغل التكتيك اللي انا هشتغله او المطلوب منهم في الهجوم وتنتهي الهجمه في اخر بالظبط ثانيتين ثلاثه تمام طيب الناس بتقول طب ده يحيى الدرع كان منفرد طب ما نحسبها من جزئيتين مهمين جدا اول حاجه انا عشان اخد تايم اوت بلف ادوس على الباص ده عشان زرار بيدوس عليه عشان اخد تايم اوت طيب الكره بتتنقل من البلاي ميكر للباك ليفت اللي هو الدرع بتتنقل في جزء من الثانيه انا جزء من الثانيه والكره جايه من الباك رايت للهاف انا بلف اخد تايم اوت انا ما كنتش عارف ان هي هيروح في مساحه فاضيه يحيى الدرع يخش يجيب جول طيب ده واحد اتنين بقى وده الاهم طيب انا النهارده لو يحيى الدرع دخل وضاعت هيبقى فاضل كام ثانيه 25 ثانيه يجروا عليا فاست بريك يتعادلوا لو انا اتلعب عليا هجوم ضاغط هنقول نتفضل 20 ثانيه مثلا انا بتخيل سيناريو لو كانت ضاعت هيبقى فاضل 20 ثانيه اتلعب عليا هجوم ضاغط تتقطع وده حصل لو رجعنا في مباراه الجزائر والمغرب الريمونتادا اللي دخلت بيها لا قدر الله خسرت هدف كان كل العالم كله هيقول لك ما خدش تايم اوت ليه ده احنا خسرنا وطلعنا بره دور الثمانيه وكانت هتبقى كارثه فتوقيتها انا من وجهه نظري الشخصيه توقيتها مهم جدا جدا وممتاز صعب قوي يا كابتن خالد يا كابتن هاني احنا قاعدين بالثواني يعني بالظبط احنا قاعدين هنا مرتاحين بالظبط والحياه حلوه واتفرجنا على الاعاده فكرنا حللنا وقلنا ان هو اختيار صح بالظبط هو اختار الموضوع ده اقل من جزء من الثانيه جوه المعركه وهو في الاستريس وهو الماتش وهو الكره دي يدخلك بطوله هتخرج بطوله
صح. طبعا قرار موفق جدا 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 وبحييه عليه. وهو لان كان في ناس كتير قوي فاكره انه ده غلط وان هو خص يعني بلغه الكوره كده خسرنا المباراه كان ممكن نكسب فرق 2. لا لا طبعا لا كمان انا هضيف كمان لكلام كابتن محمد سريعا جدا هضيف لكابتن محمد مثلا حتى في التايم اوت ما هو راح مطلع جون ولعب 7 لاعبين على 6 يعني هو اوريدي حاضر يعني زي ما بنقول ايه مش تايه منه اللعب او في ستريس عليه لا ده في تركيز في ثبات انفعالي عالي في تفكير بيعرف ياخد القرار في وقت صح ويعني وكان ممدوح هاشم برده غير موفق المباراه بتاعت امبارح لو كانت دخلت كان كل الناس هتقول برافو وكل الناس صحيح صحيح ان شاء الله كل التمنيات يتقال لهم برافو ان شاء الله يتقال لهم برافو ان شاء الله الماتش اللي جاي واحنا كلنا ثقه في منتخبنا الوطني ان شاء الله انه يحتل مركز جيد في البطوله دي. انا بشكرك جدا يا كابتن محمد كابتن محمد يحيى كابتن محمد ابراهيم نورتونا جدا جدا تسعدونا دايما نورتنا وشرفتنا وان شاء الله برده وشكوا حلو علينا ان شاء الله باذن الله ونوصل بقى حته ان شاء الله تبقى انجاز كبير جدا جدا الاولاد عملوا اللي عليهم عملوا لغايه دلوقتي بطوله رائعه ان شاء الله تكمل على خير ونوصل ان شاء الله للمربع الذهبي ان شاء الله شكرا جزيلا دي كانت طبعا نهايه فقراتنا هنا في البيت الكبير ان شاء الله بكره هنتابع كلنا مباراه النادي الاهلي مع بيراميدز والبيت الكبير باذن الله يوم الاربعاء من الساعه 10 للساعه 1 تصبحوا على خير.